لقائك كلنا انتهى، بدأ الشوط الثاني أعتقد، والناس كلها الحقيقة في مصر متابعة المباراة، وهي لمة المصريين، الكرة هي معشوقة المصريين، لمة المصريين دي يعني لما يعني ليها كده الهيبة بتاعتها، كلنا بنبقى على قلب رجل واحد. صحيح إن المباراة في كاميرون، ولكن المصريين كلهم أمام شاشات التلفزيون دعما وحبا للمنتخب المصري ودعما لمصر، فأنا بحب اللمة دي جدا، تحس كلنا كده ملمومين. افتكروا كده إنه دايما السينما كانت بتأكد على اللمة دي، وعلشان كده من الثمانينات لو نرجع لسنة 82 و83 ولحد 86 هتلاقي مجموعة من الأفلام قدمت الكرة المصرية بشكل علشان اللمة وعشان اهتمام المصريين. رجعوا لفيلم الحريف عادل إمام ووحيد حامد، وقدموا إزاي الحريف والكرة الشراب في الشوارع، قد إيه الفيلم ده لقى بجد أولا إعجاب جمهور الكرة لأنه هو كان موجه ليهم بشكل كبير جدا، ولأنه أياميها فعلا حسوا صناع السينما بأن الكرة المصرية دي معشوقة الجماهير، فتقدموا الفيلم ده، هو من الأفلام المهمة جدا لعادل إمام. ترجع بعد كده لفيلم غريب في بيتي شحات أبو كف، وده طبعا كان نور الشريف ومعاه سعاد حسني، وكان فكرة اللعيب اللي بيجي من الصعيد وإيه المشاكل اللي بتقابله هي شبه كل اللعيبة اللي بيجوا. لكن المفاجأة في الفيلم ده إنه الورق راح لمين؟ راح لكابتن محمود الخطيب، لكن كابتن محمود الخطيب وقف قدام المراية وتخيل نفسه ممثل، خاف وقال لا أنا مش هقدر أعمل الفيلم ده، وبالتالي تم ترشيح الفنان نور الشريف اللي أجاد بالفعل لشحات أبو كف، ولعب كأنه بيلعب في الزمالك وحبا وطبعا عشقا للزمالك. اللي بعد كده وده كان فيلم غريب في بيتي زي ما قلت لكم، بعد كده كان احمد زكي سعاد حسني، والمره دي كان الدرجه الثالثه، ووقتها كانوا بيهتموا بجمهور الدرجه الثالثه، وجمهور الدرجه الثالثه يعني الكوره، انت لما تروح اي مباراه تختار الدرجة الثالثة يبقى أنت كسبت أحسن مكان، لأنك في وسط التشجيع في وسط الحضور في وسط الجمهور اللي بيحب الكورة وبيعشقها، الدرجة الثالثة حالة تانية، وده اللي عمله الفيلم، ولكن عمل توازي الدرجة الثالثة البسطاء والناس والنفوذ اللي ممكن يبقى واقع عليهم من المقصورة والدرجة الأولى، والفيلم فضل يعمل التوازي ده طول الوقت من خلال الجمهور، من خلال طبعا الكواليس، أحمد زكي هو البطل اللي كان بيلعب كورة وإزاي بيتعرض لكل ده، لكن في النهاية السينما كانت دايما بتقدم حاجة الناس بتحبها. أنا بتخيل مثلا مع الوقت ده لو فكرنا نعمل فيلم، يا ترى البطل يبقى لاعب كورة ولا فنان؟ الإجابة دي نبقى نتكلم فيها بعدين، خلينا نتمنى لمصر الخير في ليلة، بتمنى أن أنتوا تناموا مبسوطين حتى بأنه فريقنا بيلعب بجد بحماس ورجالة موجودين في الملعب. الحقيقة كل المصورين والناس وكلنا قاعدين يعني بنتابع، وإحنا معاكم وحننقل لكم كل حاجة أول بأول. طيب دي حال الكورة اللي بنتمنى لها الخير. مش ممكن أبدأ الحقيقة الحديث، وطبعا عذرا أنا يمكن لابسة أحمر عشان فريقنا، لكن الخبر ده يعني يمكن يقلبنا جميعا. فنانة عظيمة يعني رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة عايدة عبد العزيز، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عام. وطبعا يعني إحنا أسرة التاسعة كلها، برنامج التاسعة، بننعي هذه الفنانة الجميلة الكريمة اللي قدمت أدوار كتير جدا وعملت بصمة مع الجمهور وقدمت عدد من الأدوار المتنوعة، قدمت دور للأم ودور للجدة ودور للمرأة الشقية، وقدمت حاجات كتير جدا، قدمت كمان فيلم النمر والأنثى مش ممكن ننساه أبدا، حائط البطولات وعدد من الأفلام منها عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام من برضو من الأعمال المهمة ليها جدا، وكمان هي قدمت لو تفتكروا خلطة فوزية، ده برضو من الأعمال اللي كانت مهمة وقدمتها، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، وعدد من الأفلام. من أكتر الأفلام اللي أنا بحبها لعايدة عبد العزيز الطبيعية والتلقائية خرج ولم يعد، تفتكروا الفيلم ده ليلى علوي ويحيى الفخراني وفريد شوقي، الحقيقة الفيلم كان رائع، وهي كان روحها والفلاحة مفيش أجمل من كده. شاركت كمان في عدد من الأعمال التلفزيونية أبرزها يوميات ونيس، أكيد إحنا مش ناسيين أبدا ده، ملكة في المنفى، أوراق مصرية، الفرار من الحب، كعب داير، يعني كمية أعمال، ومنها طبعا ضمير أبلة حكمة مع الفنانة فاتن حمامة. بننعي الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، وأيضا بنعزي أسرتها الكريمة.
تعالوا نروح لأخبارنا النهاردة الاجتماعية اللي بتهمنا، والخبر بيقول إنه دكتور محمد معيط وزير المالية والوزيرة طبعا نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة كان في اجتماع مشترك بدأ، وهذا الاجتماع بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات، وذلك اعتبارا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم الحقيقة تصل أو سداد تصل ل 8% بدلا من النسبة المطبقة حاليا، حتى مشحونات 30 يونيو 2021 وقدرها 15%. اتفق الوزيران على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات. وأعتقد هي هتكون كمان يعني الحقيقة مبادرة مهمة جدا، وهتفيد ناس كتير جدا من اللي بيشتغلوا في الصادرات. وهنخلينا مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة وما تقدمه مع مستشار نائب وزير المالية الأستاذة نيفين منصور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يا ريت حضرتك تكلمينا عن هذه المبادره واللي هيستفيدوا منها. الحقيقه احنا ابتدينا في مبادرات رد الاعباء التصديريه من اكتوبر 2019، وكل فتره بتشهد ان احنا بنغير في المبادرات على حسب الاحتياج للشركات المصدره، وعلى حسب طبعا الوضع الاقتصادي والحاله يعني الفائدة في الاقتصاد. فإحنا الفترة اللي فاتت كان بقالنا من نوفمبر 2020 بنطبق مبادرة رقم 6، وهي مبادرة السداد الفوري، ولكن كان نسبة الخصم في لتعجيل السداد 15%. النهاردة الوزيرين زي ما حضرتك أشرتي، وزير المالية دكتور محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة أستاذة نيفين جامع، أخذ القرار إن إحنا يعني هنكمل في السداد الفوري، ولكن هيبقى 8% فقط بدل 15%، ودي هتكون نسبة الخصم. فكده معناه إن الشركات المصدرة هتاخد فلوس أكتر، وده عن مشحونات من أول 1/7/21. طب عايزين نعرف من حضرتك إلى أي مدى هي هتدعم المصدرين، يعني هتساعدهم إلى أي مدى، يعني لو قارناها بما سبق يعني. طبعا زي ما قلت، هو يعني كل خطوه او كل تعديل في اي مبادرات بيكون بناء على يعني حوار مجتمعي مفتوح مع المصدرين، وبنحاول ان احنا نلبي طلباتهم ونحاول ان احنا نعمل حاجات تفيدهم اكتر. فده ال 8% الخصم طبعا هو يعني هيدي الفرصه ان المصدرين ياخدوا فلوس اكتر طبعا. فلوس اكتر معناها سيوله اكتر، سيوله اكتر معناها ان هم يقدروا يعني يلبوا طلبات الانتاج، ويبقى في ضخ للسيوله دي في زياده الصادرات. فدي الاستفاده اللي هتعود على الشركات المصدره من الفرق ما بين ال 15% وال 8%. والمبادره هيبدا العمل فيها خلاص من الان. عن مشحونات من اول 1/7/21، عشان احنا حاليا لسه برضه شغالين في المبادره السابقه اللي هي ب 15% لحد مشحونات 30/6/21، فالاثنين هيمشوا بالتوازي مع بعض على حسب تاريخ المشحونات بالنسبه للمصدرين. يعني كل واحد عليه انه يرجع يشوف تاريخ المشحونات بالنسبه له وهيستفيد ازاي من المبادره. مظبوط. بنشكرك جدا الأستاذة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، بنشكرك شكرا جزيلا. ما زلنا زي ما بنقول مع حضراتكم الدعاء من القلوب، وما زلنا بنشجع مصر. شجع مصر هي الكلمة اللي طالعة من القلب. هنتواصل معاكم بعد قليل. فاصل صغير، تفضل. طبعا هو مفروض ان انا مذيعة محترفة وان انا اطلع، بس اكيد انا طول الوقت عمالة اسألهم وانا لابسة الاير بيس اللي بيحصل في المباراة، وده شيء طبيعي. في اللحظة دي انت بتحس بمصريتك، انت مواطن عايز تطمن وعايز كل حاجة تبقى تمام. بس خلينا نرجع نكمل اخبارنا واحنا متابعين معاكم اخبار منتخبنا، وان شاء الله خير. الخبر اللي عندي ده خبر خاص بحضارتنا، بالتماثيل بتاعتنا، بالاثار بتاعتنا. شوفوا الخبر بيقول ايه. الخبر بيقول انه دار سوذابيز ودي
دي الدار دي للمزادات، الحقيقة هي دار متخصصة في المزادات، وهي من 1744 موجودة في لندن، وهي متخصصة في مزادات خاصة بالمجوهرات والتماثيل وكل الحاجات اللي لها قيمة. التمثال اللي انتوا شايفينه ده تمثال مصري، هي باعت طبعا تم بيع هذا التمثال وهو من الحجر الجيري زي ما انتوا شايفينه، وبيرجع إلى أواخر الأسرة الخامسة. وبحسب الدار المزادات جاء بيع ذلك التمثال في مزاد بعنوان اللوحات الأساسية، وتم الحقيقة يعني زي ما انتم شايفين كده جمع عدد من اللوحات والأعمال الحجرية، وبيرجع تاريخ التمثال للفترة ما بين 2440 ل 2355 قبل الميلاد. تم بيعه بقى ايه، بصوا الرقم، بما يقارب 10 ملايين دولار. التمثال ده من مقبرة تقع في المقبرة الغربية الكبرى بجانب هرم خوفو، وبتعود لرجل اسمه ويري وزوجته اسمها ميتي، وبيعود تاريخهم للأسرة الخامسة طبعا الفرعونية. على الأرجح طبعا ده في عهد نيوسيرا، يعني طبعا عهد من الأسر الخمسة، وده في حوالي 2432 قبل الميلاد ل 2421. كانت موجودة في الأصل فين بقى؟ في غرفة السرداب. انتوا عارفين السرداب ده بتبقى حاجة جوه متبطنة جوه الهرم نفسه. التمثال بيزن ارتفاعه ل 80 سنتيمتر. بيصور ايه بقى؟ بيصور زي ما انتوا شايفين شكل التمثال، رجل يمشي في وضع نموذجي للفترة دي تقريبا، ومحطوط زي ما انتم شايفين على راس التمثال شعر مستعار مكون من صفوف من الضفائر. انتوا عارفين دايما تماثيل الفراعنه كانت لازم تبدو مشدوده وانيقه، وشايفين حركه التمثال يعني قدم الى الامام، وهي حركه يعني واقف واقفه منضبطه. الحقيقة دار المزادات زي ما انتم شايفين التمثال قالت انها حصلت على هذا التمثال من الشخص اللي ملكه، وكان بيعود لمتحف. المتحف ده موجود في نيويورك متروبوليتن للفنون، وموجود طبعا بنيويورك في الولايات المتحدة، وده كان في الفترة 1996 قبل الميلاد لحد ميلادية 1996 ميلادية حتى العام الماضي اللي هو 2021. احنا عشان متعودين ان حضارتنا كلها قبل الميلاد، فالواحد دايما يشوف التواريخ وكأنها قبل الميلاد. شوفوا قد ايه حضارة قبل الميلاد، والناس بتبقى بتستحوذ على هذه التماثيل لان هي قيمة وحضارة وكمان كنز من الكنوز. يعني طبعا يعني التمثال ده بقى عثر عليه مع ايه، مع سبع تماثيل اخرى في مقبرة تويري زي ما قلنا وزوجته، وده كان بجوار أهرامات الجيزة، والكلام ده 1913 من طبعا قبل الأمريكي طبعا جورج رايزل اللي كان بيعمل ضمن بعثة متحف الفنون الجميلة في جامعة هارفارد. طبعا زي ما انتم شايفين قيمة كانت عاملة ازاي. الحقيقة لو رجعتوا كده حتى هتشوفوا انه التمثال ده بخبره عامل تريندنج النهاردة للناس اللي بتهتم بالترندز، فده من الأخبار اللي عاملة تريندنج. وليه عمل تريندنج بشكل طبيعي؟ لأن محبي الأثار في العالم كله يحبوا يعرفوا الأخبار دي. فشوفوا هذه القيمة لحضارتنا قد إيه بتعمل تريندنج، وهي قيمة خاصة بالأثار. يعني مش شرط تريندنج يكون لأخبار اجتماعية أو أخبار فنية أو أخبار ليها شكل خفيف، ولكن حتى التماثيل والأشياء لها قيمة بتعمل كمان نفس الترند. طيب خبر اللي جاي ده أنا شخصيا سعيدة بيه جدا، لأنه برضو بينطبق على الحضارة الفرعونية. ترجعوا مثلا لأصداء موكب المومياوات الملكية اللي تابعناه طبعا، واللي ما زالت أصداؤه حتى الآن وحتى اللحظة، ما زالت الناس كل ما بيشوفوه لأنه موجود طبعا على السوشيال ميديا، موجود على اليوتيوب، والناس بتتابعه حتى اللحظة. وعشان طبعا لو أنتوا شايفين الشاشة ده عرض المومياوات زي ما تابعناه كلنا، الموسيقى قد إيه كانت مميزة، والموسيقى اللي بذل فيها الموسيقار الكبير طبعا المبدع هشام نزيه علشان يعمل موسيقى تليق بهذا الحدث الكبير، واللي وصلت لينا جميعا، وصلت لكل المصريين بمختلف الفئات والطبقات. هذه الموسيقى من جمالها ومن كتر ما هي عبرت، هي كمان العالم كله يعني أعجب بيها بشكل كبير. كان في جائزة اسمها
موفي ميوزك اووردز، يعني جائزه موفي ميوزك اووردز في يو كي في المملكه المتحده، وده كان للاووردز بتاعه 2021، وده كان وحاز فيها الموسيقار المبدع هشام نزيه عن موسيقى موكب المومياوات. طبعا يعني حاجه جميله جدا، هو كمان كاتب على تويتر انه هو ليه الشرف انه ياخد ده، لان الحقيقه الجائزه دي بتعني بكل انواع الموسيقى، يعني كل انواع الموسيقات المختلفه، والجائزه دي انه هو كمان ياخدها ويقدمها الناقد الموسيقي جوناثان اللي قدمها له، بتعتبر من اهم الجوائز الموسيقيه في العالم كله. وقال الحقيقه جوناثان، قال في تعليقه على سبب اهداء الجائزه لهشام نزيه عشان العرض الرائع طبعا الموسيقي اللي قدمه، قال انها موسيقى اصليه من تاليف الملحن السينمائي المصري هشام نزيه. يعني هو علق بده، وانه قدر يدير هذه الموسيقى ويقدمها على الهواء مباشره. على فكره هم بيقدروا فكره الهواء، لان حقيقي الموسيقى تقدمت لو انتم فاكرين بالتزامن، فطبعا كانت حاجه رائعه وحاجه جميلة جدا. وإحنا بنحيي الموسيقار المبدع هشام نزيه على هذه الجائزة، ودايما إن شاء الله كل موسيقانا وكل مبدعينا يحصلوا على جوائز من العالم كله، طالما هي مرتبطة بحضارتنا ومرتبطة بما نقدمه بجدية وبحب. طيب، خبر برضو موجود النهاردة وعمل تريندنج بشكل غريب، العالم كله بيتابعه، العالم العربي والغربي الكل بيتابع خبر. الخبر إيه؟ خبر عن قصة طفل مغربي. الطفل اسمه ريان، وريان عمل ايه؟ كان الحقيقة طفل صغير عنده 5 سنين. حكاية ريان 5 سنين وكان ماشي، وقع في بئر، البئر عميقة جدا جدا زي ما انتم شايفين في الصورة، وطبعا الصورة في مدينة شفشاون شفشاون بالمغرب، ووقع في البئر دي اعتقد عمق 60 متر، وطبعا الاهالي كانوا بيحاولوا ينقذوه طول الوقت. وده الطفل موجود فيها النهارده الخميس، الطفل موجود من يوم الثلاث. طبعا هم عملوا حلول يعني زي ما انتم شايفين على الارض، وما زال حتى الان يعني انتم ممكن تفضلوا تتابعوا الخبر برضو موجود على كل المواقع، ما زال بيحاولوا الحمايه المدنيه انها تتابع، المغربيه طبعا بتحاول انها. عملوا ايه؟ بعتت للطفل اكسجين، يعني زي انبوت اكسجين، وبعتت له كمان من خلال كده حبل تليفون، علشان بس مشكله انه الطفل صغير جدا 5 سنين يعني، لكن هم متاكدين ان هو مازال على قيد الحياه. المشكله انه كمان ما يخافش، لانه الطفل طبعا البئر عميق، بئر مظلم وحاجه غريبه جدا على بعد 32 متر تقريبا. بنتمنى ان شاء الله انه يفضلوا ان هم يتابعوا، الناس كلها بتتابع والعالم كله بيتابع. وخلينا نروح للزميل الصحفي المغربي السعيد قدري بجريده الخبر المغربيه. مساء الخير استاذ سعيد. مساء الخير سيدتي، مساء الخير لكل المشاهدين والمتابعين الكرام. طيب، طمنا ما هو الجديد بالنسبة لريان؟ هل هناك أي جديد من خلال الحماية المدنية اللي بتحاول طول الوقت أنها يعني تنقذ ريان؟ بالفعل أتواجد على بعد تقريبا 10 أمتار من البئر الذي سقط فيها الطفل ريان ذو ال5 سنوات. طبعا مصالح الحماية المدنية المغربية هنا بمحافظة شفشاون شمال المغرب تواصل مجهوداتها لأجل إنقاذ الطفل. حفرت حفرة كبيرة بجانب البئر الذي سقط فيها الطفل ريان، والحفرة الآن تصل إلى عمق حوالي 27 مترا، والأكيد أنه لم يتبقى سوى 3 أمتار أو 4 أمتار على أقل تقدير للوصول إلى العمق الذي يتواجد فيه الطفل ريان. الخبر الجديد الآخر وهو أن الطفل ريان إلى حدود حوالي أقل من طبعا حوالي ساعة ونصف ما يزال على قيد الحياة. عناصر مصالح الحماية المدنية أكدت ذلك من خلال كاميرا تم إرسالها إلى وإنزالها إلى داخل البئر، وهو بعمق ما بين 30 و33 مترا. الطفل يتحرك يتنفس، إذا هذا يعني أن هناك حياة، والطفل لا يزال على قيد الحياة.
مجهودات متواصلة منذ اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الزوال، ومرت لحدود الساعة حوالي 52 ساعة ما يزال فيها الطفل ريان قصد الإنقاذ، والإنقاذ بدوره واصل عمليات سحب أطنان من الأتربة من جوار هذا البئر الذي شهد سقوط الطفل ريان بحضور السلطات المحلية وعناصر الأمن، وكذلك بحضور عدد كبير من المواطنين المغاربة الذين قدموا من عدد من المدن المغربية، ولا ننسى كذلك دعوات إخواننا المصريين كذلك الذين يتابعون هذا الحدث في كل مكان. طبعا أنا بس عايزة أطمن منك، هل الكاميرا يعني بينت حركة ريان؟ هل في صوت من الكاميرا يعني ريان قال أي حاجة؟ لأنه برضو الإشفاق على هذا الطفل الصغير ذو الخمس سنوات من الأتربة أنها تدخل زوره ما عرفش يتنفس، فهل في أي حاجة خاصة بحركته داخل البئر؟ بالفعل بالأمس بحدود الساعة الثانية صباحا تحركت أيدي الطفل اليمنى نحو الحبل متدلي، لكنه لم يستطع الإمساك بالحبل، كما أنه التفت يمينا ثم عاد ليلتفت مرة أخرى يسارا، لا يتكلم طبعا ولكن الحركة موجودة، والكاميرا شاهدت وتابعت عناصر الحماية المدنية تحركاته يوم أمس، واليوم هناك حركة أخرى أحدثها الطفل ريان، مما يعني أنه ما يزال على قيد الحياة، إلى جانب أن صدره يتحرك وظهره يتحرك ويتنفس طبعا بصعوبة، ولكن جميع المعطيات والمؤشرات تشير إلى أنه ما زال على قيد الحياة، وإن تم إنقاذه وهو على قيد الحياة فسيكون بذلك طبعا معجزة، ونتمنى طبعاً ذلك ما يتمناه جميع الإخوة والأخوات في كل مكان. طب هل هناك أي في صوت تطميني لهذا الطفل؟ يعني هل في صوت مثلا إنه إحنا معاك يا ريان، هل أنت سمعنا؟ هل في أي صوت مرسل لهذا الطفل، ولا بالتالي علشان عمق البئر الصوت مش هيوصل بسهولة؟ لا، حاول أحد الشبان المتطوعين الذين طبعا ينتمون لجمعية الاستغوار الدخول والوصول إلى عمق حوالي 20 مترا، وحاول أن يسمع أن يكلم ريان، لكن ريان ظل يقول له أنقذني قبل أن يصمت، ثم بدأ بعض من الأنين وكأنه يبكي قبل أن يعود المغامر نظرا لصعوبة المحاولة. طبعا ربنا يطمنا على هذا الطفل، والحقيقة دعوات من القلب، واحنا نتابع من مصر معكم، وان شاء الله يجي خبر بإنقاذ هذا الطفل مدام ما تبقى هو 3 أمتار، يعني انتوا بذلتوا مجهود كبير، ونتمنى ان شاء الله نطمن على هذا الطفل في هذه الليلة. الجميع الحقيقة العالم كله بيتابع لحظة بلحظة ما يجري من الحماية المدنية اللي موجودة في المغرب، والصحفي المغربي السعيد قدري بجريدة الخبر المغربية أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه التفاصيل، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نعرف مزيد من التفاصيل، ربما يكون في لقائنا اليوم في آخر لقائنا يكون في أي خبر جديد بالنسبة لهذا الطفل. طيب تعالوا ناخد فاصل، وأنا عارفة أن أنتوا جميعا بتتابعوا كل ما يحدث بالنسبة للمنتخب، أنا شخصيا قاعدة على أعصابي كل شوية ببص في الموبايل وبسمع زمايلي إنه يكون في أي خبر، ولسه الأمل موجود، ولسه فريقنا في الملعب رجالة شجع مصر. احنا لسه معاكم، فاصل قصير ونعود ونستكمل معكم 9 الليلة. ما زلنا مع حضراتكم كمان في 9 وبنتابع معاكم مباراة مصر، منتخب مصر والكاميرون، وفاضل دقيقتين وبعد كده ان شاء الله هنلعب اكسترا تايم، وما زلنا بنشجع مصر بقلوبنا، والحقيقه يعني اللعيبه المصريين رجاله، يعني زي ما انتم شايفين حتى الملعب وانتم متابعين شايفين لما حتى حد بيلعب كوره او بيباصي بتطلع الارض معاه، يعني واضح ان الارض كمان يعني غير ممهده، فبتلاقي الجزم كلها بتطلع الطين بتاع الارض، فالحقيقة هما بيلعبوا في ظروف صعبة جدا، يعني من التحكيم للأرض للأجواء، يعني
لدرجة ان هما لبسوا أحذية المطر حتى وهما بيلعبوا. واضح ان الملعب كمان مش ملعب مؤهل للدرجة دي، فده في صعوبة كبيرة، في برضو إصابات كتير، في عنف، في يعني مسكين الفرقة بشكل كبير. لكن مازال عندنا أمل، الكورة جوال ومازال عندنا أمل، واللي بيهمنا انه اللعيبة الحقيقة قدموا أداء رائع من المباراة، مباراة كوت ديفوار ومباراة المغرب، ومازال يقدمون الحقيقة أداء رائع. وربع ساعة الأخيرة كان في ضغط من المنتخب المصري، بنتمنى انه في الاكسترا تايم نقدر نعمل حاجه، واحنا ما زلنا متابعين معاكم اكيد على الهواء، كلنا زيكم اعصابنا وكلنا بنشجع مصر، والمهم ان احنا نخرج بمنتخبنا الرجاله اللي هم قدروا يكونوا قد الموقف، ونلعب كوره محترمه، كوره فيها منافسه. و طيب الحكم طرد كيروش مدرب المنتخب، واضح طبعا لان طردوا اهو زي ما بيقولوا، واضح لان انتم شايفين من البدايه كيروش كان عصبي واقف الحقيقه، لانه طبعا هم مستفزين الحقيقه بقالهم كذا يوم من اول اتو والكلام واللي اتقال والتدريبات بتاعه المنتخب، لما لقوا انه في طياره درون بتحاول تشوف التدريبات، فكيروش دخل المنتخب جوه. يعني الحقيقه حاجات كتيره جدا جدا، بنتمنى ان شاء الله الاكسترا تايم نشوف ايه اللي هيحصل فيه. عموما هنتابع مع حضراتكم. خليني أقول لكم أنه الساعة الثانية هيكون عندي فنانة بديعة، فنانة من الزمن الجميل، فنانة من السينما اللي كلها حكايات حلوة، فنانة من المسارح المنورة، فنانة قدمت على مدى نصف قرن قدمت أعمال جميلة تحس أنها أختك، بنت خالتك، قريبتك، نجمة قريبة من القلب، الابتسامة دايما هي عنوانها، خفة الدم، اللطافة، الجدعنة، هي تنطبق كل الكلام ده على الفنانة الرائعة ميمي جمال اللي قاعده بره في الكواليس الحقيقه بتتابع بحب شديد جدا وبتدعي. يعني انا شفتها قبل ما ندخل بتدعي عشان منتخب مصر، وهي ما تاخرتش انها تبقى موجوده رغم ان هي عارفه ان الناس كلها بتتابع، بس هي جايه تبقى موجوده معانا في التاسعه. ان شاء الله نلتقي بيها في الساعه الاخيره معانا في التاسعه. تعالوا نطمنكم عن الجو. الجو النهارده كمان ما كانش حلو ابدا، الجو كان تراب وكان فيه مطر وتقلبات كتيره جدا، والحراره وصلت الى 10 درجات بالليل دلوقتي، وفي كل أنحاء الجمهورية الحقيقة الجو يعني مش حلو. هتشهد كمان هطول أمطار زي ما قلت لحضراتكم، وبدأت بالفعل شفناها النهاردة في القاهرة على يعني فترات كده مختلفة، وكمان شفنا تقلبات مناخية عنيفة، وده كمان أدى لتوقف كمان حركة الملاحة في البحر المتوسط بشكل مؤقت. أكيد يعني تقلب الجو لازم هتلاقي أول حاجة حركة الملاحة بتتوقف على طول. طيب الجو المتقلب ده يعني هيفضل لغاية إمتى وسببه إيه؟ خلينا في مداخلة مع الأستاذة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. مساء الخير يا فندم. دكتوره منار مساء الخير يا فندم. مساء الخير على كل الساده المشاهدين. احنا واخدينك من الماتش اكيد، بس خلينا كلمينا عن الطقس، يمكن الطقس كده يرمي علينا كده حاجه خير. هو احنا طبعا وفقا لتقارير الهيئه العامه للارصاد الجويه وتوقعاتها، شهدنا من ظهر اليوم حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، بتستمر معانا المساء غدا الجمعه باذن الله. سببها وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وطبعا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بيبدا المنخفض الجوي يتحرك من غرب البلاد الى شرق البلاد. يمكن شهدنا في الساعات الماضيه بالفعل نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه، وايضا سقوط امطار متفاوته الشده على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى. متوقع خلال الساعات القادمه وغدا ان شاء الله يكون ذروه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي هيستمر فيها طبعا نشاط الرياح على كافه مناطق الجمهوريه، قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق خاصة الطرق الصحراوية، الأماكن المكشوفة، بعض المناطق من شمال الصعيد. سرعات الرياح هتكون ما بين 40 و50 كيلو متر في الساعة، ودي سرعات عالية أعتقد دكتورة منار، دي سرعات عالية. وأيضا هيأدي بالظبط يا فندم السرعات عالية، وهتأدي كمان لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط. ارتفاع الامواج هيوصل لخمسة متر غدا على البحر المتوسط، فاضطراب شديد جدا في حركه الملاحه البحريه. ايضا فرص الامطار هتبدا تزيد، ويمكن من خلال الساعات الان مطروح بدات تتساقط عليها امطار متوسطه الى غزيره ورعديه،
مع دخول ساعات الليل وايضا ساعات الصباح هتبدا كميات الامطار تزيد وتتقدم للداخل، وتكون امطار متوسطه الى غزيره ورعديه، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد الكرات الثلجيه على كل محافظات السواحل الشماليه للبلاد، مطروح والاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. كل ما تقدمنا للداخل فرص الامطار بتقل، لكن هتكون امطار خفيفه الى متوسطه، قد تكون رعديه احيانا على محافظات جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى، بعض المناطق طبعا من شمال الصعيد ومدن القناه وايضا سيناء. الامطار غدا هتستمر على مدار اليوم، وهتكون طبعا على فترات متقطعه من وقت للتاني. طب هل في اي دكتوره منار، هل في اي ثلوج هتبقى موجوده؟ يعني هتظهر سانت كاترين بالفعل بقى يا فندم، في تساقط الاول للثلوج على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحراره اللي هيوصل لصفر وكمان 1 و2 تحت الصفر على بعض المناطق من مرتفعات سانت كاترين. ايضا في تساقط لحبات البرد، كرات ثلجيه صغيره بتسقط مع الامطار على المناطق المطله على البحر المتوسط، تحديدا اكثر المناطق اللي هتاثر بيها اسكندريه، مطروح، البحيره، كفر الشيخ، هيسقط عليها حبات من البرد. ايضا غدا انخفاض درجات الحراره هيكون عن اليوم بحوالي درجتين، يعني متوقع خلال ساعات النهار العظمى تكون 16 درجه مئويه. و16 نشعر بيها 16 ولا 16 اقل؟ لا طبعا هيكون في نشاط للرياح في الاحساس بيها، طبعا هيكون اقل من 16 يعني درجه، 16 بروده نشعر بيها 14 مثلا يعني. وخلال ساعات الليل هتكون 10 درجات، فالطقس طبعا خلال ساعات الليل كمان هيكون شديد البروده، لكن ان شاء الله متوقعين الحاله دي سريعه مع دخول يوم السبت يحصل تحسن في الاحوال الجويه باذن الله. ان شاء الله دكتوره منار، بنتمنى فعلا الجو يتحسن والناس تقدر تحس بشويه دفى. دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الماتش انتهى، واعتقد في دلوقتي هيكون في طبعا اكسترا تايم، وما زلنا بنتمنى الفوز لمنتخب مصر، والكوره لاخر دقيقه ما بنعرفش ممكن يحصل ايه، لكن اكيد احنا مع فريقنا حتى النهايه. طيب تعالوا بقى ايه للخبر ده كمان، ونحاول كده نسمع ونركز شويه في تقرير صادر عن المجلس العالمي للذهب، اتكلم عن يعني حجم إقبال المصريين على شراء الذهب. انتوا عارفين مصريين في حكاية الذهب دي يقول لك زينة وخزينة، يعني اللي هو يعني ممكن نتزين بيه وفي نفس الوقت يبقى خزينة، يعني لما يكون في يوم صعب أو في الحياة أو مشاكل نقدر يعني نعمل فيه أي حاجة، أو نقدر يعني يفك ضيقة الناس. يعني ارتفع طلب المصريين على المشغولات الذهبية في 2021 بنسبة 42%. الحقيقة النسبة دي هيقولك طب معهم فلوس، هما ممكن يكون مش مسألة معاه فلوس، ولكن هي فكرة انه يبقى نوع من أنواع الاستثمار كمان. وده سجل بقى كمان 27.9% طن مقارنة ب 19.7 طن في 2020، فتعرفوا انه أكتر بكتير. يعني الناس دلوقتي حست إنه أحسن أروح للذهب، واشترت أكتر من السنة اللي فاتت ب 28 طن ذهب. أشار التقرير كمان إلى إنه زاد استهلاك مصر في الذهب في المشغولات والسبائك والعملات بنسبة 39% عن العام الماضي، وده برضو هيخلينا يعني نقول إنه الأساس يعني النسبة السنوية وصلت إلى 30.3 طن مقارنة ب 21.9 في 2020. يعني المقارنات واضحة زي ما أنتم عارفين، المصريين ممكن يكونوا بيحسوا بالأمان أكتر. في ناس تفكر أنها يبقى عندها ودائع في البنوك، عندها حاجة، لكن في عائلات كتير بتآمن بفكرة أنه يكون عنده يعني الذهب يعني أحسن، يبقى موجود أحسن استثمار. طيب خلينا ناخد مداخلة ونعرف مزيد من المعلومات. دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة لصناعة الذهب، مساء الخير دكتور ناجي. مساء النور يا فندم. يعني قول لنا برضو النسب والزيادة، هي زيادة اطمئنان بأنه أستثمر في الذهب أحسن، ولا أنت شايفها إيه؟ هو حضرتك أن الذهب هو أحد الأوائل الاستثمارية جيدة جدا جدا منذ قديم، من قديم الأزل، من الستينات، من أيام ما كان جرام الواحد وعشرين حوالي جنيه جرام، لغاية ما وصل العام الماضي لغاية 985 جنيه. فكل اللي اشترى ذهب هو آمن تماما، وهو مركز قيمة جيد جدا جدا،
واستثمار ناجح، وعندنا زياده سنويه في اسعار الذهب تعادل 23%. ف وبعدين تسييل وسهل جدا جدا. حضرتك لما بتحبي تسيلي الذهب في منتهى السهوله، وبيقعد لاولاد ولادنا. الذهب هو استثمار امن للافراد. صحيح، زي ما انا قلت في الاول، زينه وخزينه، يعني نتزين بيه ويبقى الخزينه يعني نشيلها. استراتيجي للافراد وللدوله ايضا. صحيح. والدوله برضو بتقوم بمجهود جيد جدا في المناجم ومصفات الذهب اللي هي افتتحت الاسبوع الماضي، فهو وكل ما زاد الاحتياط الاستراتيجي للدوله اصبحت العمله اقوى، والافراد ايضا استثمار امن جدا جدا. هل يعني يعني هذه الزياده بتعمل تطمين اكتر لصناعه الذهب، يعني لما الناس يبقى في هذا الاقبال؟ صناعه الذهب حضرتك صناعه قوميه. صحيح. وانا هنا الذهب ما ببصلوش ككماليات، لا، الذهب احتياط استراتيجي للافراد وللدوله. وهي بجد الدوله بتدعمها كصناعه، وصناعه عمود للاقتصاد القومي وعمود لاقتصاد الاسر ايضا. فهي للدوله يعني مركز قيمه قوي جدا جدا وقوه للعمله. فمزيد من الاحتياطي الاستراتيجي بالنسبه للدوله بيعني مزيد من القوه للاقتصاد. ومصر ماضيه بقوه في هذا، يعني اساس وزاره البترول والثروه المعدنيه طرحت 11 شركه للتنقيب عن الذهب، 7 اجنبيه و4 محليه، بالاضافه لمنجم السكري اللي هو طبعا احد اكبر 10 مناجم في العالم طبعا باحتياط استراتيجي 12 مليار رؤيه. فمصر واعده جدا جدا بالنسبه للذهب، وفخامه الرئيس مهتم جدا جدا بمدينه الذهب، وان احنا نبقى فعلا رواد كصناعه وتجاره للذهب في الشرق الاوسط. ده احنا اساس اصول الذهب وصناعه الذهب. لما نروح المتاحف طبعا الفرعونيه ونشوف القدماء المصريين كيف كانوا يصنعون الذهب والمشغولات، فلازم نبقى احنا الاساس طبعًا. يعني ده اكيد طبعا يعني. مصر رائده في هذا المجال أكيد. بدليل ان يعني عندنا احنا 7 مناطق بتعوم فوق كميات هائله من الذهب، وابرزها منطقه عتود في وسط الصحراء الشرقيه التي فيها حوالي 19,000 طن من الكوارتز اللي بيحوي كل طن 16.3 جرام. وفي عندنا منطقه البراميه ووادي العلاقي وحمش والمثلث الذهبي، مناطق كثير جدا جدا جدا، والى جانب منجم السكري. فهذه الصناعه انتظرها مستقبل واعد جدا أكيد. وكل من ادخر ذهب، انا في كلمه دايما احب اقولها، الذهب عمره ما بيزعل حد أكيد. يعني كل اللي استثمر في الذهب لا هو يعني انجز صحيح. وحقق اللي هو ما يتمناه، وبيبقى مطمن يعني الذهب بتاعه جداً جنبه جداً. ويبقى حاسس بالامن والامان. دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجاره لصناعه الذهب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ما زلنا طبعا مباراه مصر هي اللي واخده الاهتمام. انا شخصيا هيكون عندنا فاصل سريع وحجري مع زمايلنا المصورين اشوف ايه اللي بيحصل، ونرجع يا رب لما نرجع على الفاصل يكون عندنا اي اخبار حلوه. فاصل قصير ونواصل معاكم التاسعه لليله الخميس، ابقوا معنا. يعني ميمي جمال، اولا ميمي جمال يعني معانا بتتفرج على الماتش بره الاستوديو وقاعده على اعصابها، وانا بشكرها قبل ما ارحب بيها لانها قبلت انها تيجي وعارفه انه الناس كلها بتتفرج، بس هي كمان جايه معانا وقالت لي والله لو مصر فازت هزغرط. ميمي جمال منوراني في التاسعه. ربنا يخليك يا حبيبتي بجد، والله 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 انا قاعده واقول يا رب نفسي ادخل والجون يجي جون عشان ازغرط. وبعدين بصي الفال اول ما حطينا الكليب بتاع ميمي جمال قالت ايه، هو فرح العمده هيبقى فرح العمده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خليني بس اقول لكم ميمي جمال، مين ميمي جمال؟ ميمي جمال الوجه الجميل، الوجه اللي كله ابتسامه، اللي تلاقيها في كل انواع الدراما. تروح للسينما الحلوه تلاقي ميمي جمال، تروح للمسرح المنور ميمي جمال، تروح للتلفزيون ميمي جمال. معشوقه الجميع في الوسط الفني، محبوبه، كل ادوارها فيها بهجه. هي ست جميله،
ما اعتقدش انه ميمي جمال اولا ست جميله في الوسط وست جميله في بيتها يعني، وكمان لما تكون معاشره اجمل انسان ورمز وخفه الدم يعني، فنان العظيم حسن مصطفى. ميمي جمال وحشتنا، مشوار فني طويل، مشوار فني محترم، مشوار فني قدمت فيه ادوار ما فيش احلى من كده، واحنا لسه بنقول لها احنا منتظرينك لانك وحشتينا. وحشتينا يا ست ميمي، ربنا يخليك كدا. يا شفكي ميرسي بجد، وحشتيني. ميرسي على المقدمه الحلوه الجميله دي والكلام الجميل بتاعك، وانا سعيده جدا جدا ان انا النهارده بتكلم، لاني هقول لك حاجه، انا قعدت طبعا فتره طويله بعد وفاه جوزي ما قدرتش اشتغل طبعا، وبعدين فكرت ان انا ابتدي يعني، طب بنتي دي اتجوزت وبنتي دي اتجوزت وانا دلوقتي طب ايه، اخش في المجال اللي انا فهماه بتاعي، ودورك مطلوب والادوار الحمد لله يعني. فانا بدات يعني اول حركه عملتها كانت غلط. انا قاعده بقالي 5 سنين في البيت بتفرج على التلفزيون، فبسمع ارقام الفنانين، انت واخده بالك يعني ما اعرفش كام اللي بياخد 20 مليون و50 مليون و10 مليون و3 مليون فانا قلت بقى ما هخش على المجال طبعا يعني، اذا كان دول بياخدوا 3 و4 و5 اخد انا 1 مليون على الاقل اخد اي حاجه. ايوه، فاول ما دخلت كان مع المنتج كان الاستاذ ممدوح شاهين، فانا داخله المكتب عشان اتفق معاه، فانا فاهمه بقى انه اول ما هخش هيقول لي، فلقيته قال لي رقم كل اللي انا قدرت اعمله، ان انا قمت من على الكرسي ما اعرفش ايه اللي جرالي وخدت بعضي وخرجت. طبعا حاجه رذيله جدا وسئيل جدا ومش حلو ابدا اللي انا عملته، بس انا زي ما تكوني اتصدمت، قلت الله طب ده انا كنت جايه متعشمه. ايوه، لان يمكن تكون في ظروف يعني بقى مختلفه يعني وحسابات لا طبعا طلعت غلطانه جدا لاني بعد كده. طب خليني اطمنك ان الشوط الاولاني انتهى وفريقنا بيلعب وبيلعب ضربات جزاء. لا لسه في شوط تاني، بس عايزه اقول لكم حاجه يعني، فنانة ميمي كانت قاعدة موجودة في الكواليس، وكل ما نسمع زمايلنا اللي بره في الكواليس بيهيصوا أنا وهي إيه في إيه يعني. لا مش إيه في إيه، لا لا بس خلينا نرجع زي ما أنت قلتي، أنت دلوقتي حسيتي لأنه الحسابات اتغيرت والدنيا اتغيرت، إحنا يهمنا أن أنت ترجعي أولاً. أيوة، يعني يهمنا جداً أنك ترجعي وكل حاجة هتتظبط بعد كده. هقول لك حاجة، أنا كان يهمني قوي أن أنا مادام هرجع أعمل حاجة ذات قيمة يعني الى حد ما، مش مهم بقى ان انا ارجع لادواري وشغلي بتاع زمان اللي كنت. انا دلوقتي داخله الوسط ده زي ما اكون وجه جديد، بقى لي 5 6 سنين بعيده وداخله وجه جديد على كاميرات جديده وعلى اضاءه جديده وعلى طريقه اخراج جديده وعلى حاجات، لدرجه ان بقيت اسال اقول انا فين السبوت بتاعي. انت خايفه، انا هقول لك بصراحه، خايفه تقولي ايه، هو انا هعرف امثل تاني؟ لا ده لسه هقوله لك. ايوه ده انا لما جيت اول حاجه عملتها مدام شيرين عادل، مخرجه جميله قوي 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 وست جميله حقيقي يعني، فحفظت قوي عشان انا يا ترى هطلع هقول ولا انا صديت عايزة حد يلمعني تاني. فأول ما الكاميرا نورت وابتديت أتكلم، فلقيت نفسي إن أنا إيه، ميمي جمال طلعت، ما أنا كويسة أهو في إيه. فقلت لا أنا لازم أعمل دور بقى حلو، فجاني دور ما بصيتش بقى للماديات خالص. شخصية بالنسبة لي جديدة لانج ما عملتهاش قبل كده خالص، اللي هو آخر دور. ده تأليف وسام صبري وإخراج الأستاذ حسين المنباوي. عاملة شخصية يا شفكي اليومين دول الناس كلها بتتكلم على ده. إيه بقى؟ قولي. يعني واحدة ست عندها بنتين، بنت من جوزها الأولاني والبنت التانية من الراجل اللي اتجوزته جديد، خلاص؟ الراجل اللي اتجوزته جديد ده توفى فساب لها ميراث، خلاص؟ دي مشاكل العائلات كلها. البنت بقى بنتها عايزه تقول لها انت اوعي الميراث اللي كتبه لك ابويا تديه لبنتك الثانيه، ده فلوسي انا. والاثنين اختين. الثانيه اخت بس مش من نفس الاب. من اب تاني. اوعي. فانا
متهددة إن أنا أدي لبنتي حاجة، خايفة بنتي مريضة مش قادرة أروح أشوفها، مش قادرة أروح أدفع لها تمن مستشفى من البنت التانية دي. لغاية ما بنتي بره بعيد يا رب التانية توفت. طب دلوقتي خلاص بقى أنت بتشتكي من إيه؟ ما التانية اللي كنت بتتكلم عليها توفت إيه؟ اللي موجود ده حقي أنا بقى، ده ميراثي أنا. فلوس أبويا أنت عايزة إيه من الميراث؟ عايزة منه إيه؟ أنا هاخد لك شقة كويسة اقعدي فيها تاكلي وتشربي، هجيب لك واحده ست تقعد تخدمك، والفلوس دي عايزاها في ايه؟ لا بقى ده كان على فكره هي شريفه ماهر، شوفي أيوة. بقى رشوان توفيق ايوه، شوفي انا بتكلم في الحدوته دي، اما تشوفي بنتي بتعاملني ازاي، حطاني في قلب الشقه وقافله عليا عشان ما اخرجش من البلكونه اشوف حد اشتكي له، احساس قاتل. أنا عايزة أعرف يعني الولاد دول، ما الست دي كبيرة هتقضي كام سنة كمان؟ ما تسيبوها لما ما الفلوس بتاعتها، اللي هي فكرة ما الست دي كبيرة سيبوها والأب ده كبير سيبوه وخدوا بركتهم. أيوة مش بس بركتهم، هم هيتوفوا هتاخدوا الفلوس هتاخدوها. طب ليه بتسبقوا الأحداث؟ ما تسيبوهم يعيشوا في خيرهم. كنت حاسه انك بتمثلي ولا قلبك موجوع من اللي بقى يحصل؟ لا انا الحمد لله رب العالمين ما عنديش المشكله دي خالص، الحمد لله. انت عندك بنات زي انا الفل. عندي بناتي ربنا يديهم الصحه والعافيه، احلى تربيه. لا وانا شوفي هقول لك حاجه يا شفكي، انا كتبت باسم ولادي كل حاجه. شوفي انا بقول لك اهو بصراحه كل شيء، حتى البيت اللي انا قاعده فيه. ليه يمكن بنت تقول هعمل حاجة إلا لما تاخد رأيي؟ يا ماما نعمل كذا؟ نسوي كذا؟ أنت كتبتي يعني بعد وفاة الأستاذ حسن مصطفى؟ آه كتبتي، كنت خايفة أنه أي حاجة بتحصل، مش عايزة البنات يحصل لهم؟ لا عشان دول بنات، ما عنديش ولد. ما عنديش ولد فلازم. المهم أنا بقولك التربية بتفرق، التربية بتفرق طبعا. فالنهاردة أنا لما عملت الدور ده بقيت أبكي من قلبي. الأستاذ حسين النباوي يقول لي يا مدام أنا عايز الموقف ده، أقول له تلاقيني وشي رايح وعيني رايحة وبنتي بتكلمني، أنت بتبكي على الزمن بتشخط والناس. فيا بتشخط فيا بتبهدلني. جه على بالك الفنان يعني رشوان توفيق وقتها؟ لا ما جاش على بالك. لا أنا جه عليا أنا في الموقف ده، لو اتحطيت في الموقف أيوة. ده هعمل إيه؟ لكن دلوقتي بقى احنا بنتكلم صفحة بيضة كبيرة بقى. شريفة ماهر دي ست شقيت في حياتها كممثلة وبانت مش عارفة بيت وباعت ايه وودت ايه وجبت ايه وعملت ايه وعملت فلوس خلاص. طب ابنها ده ليه بيعمل معاها كده؟ بصي خلينا نسيب اسماء الناس وخلينا نتكلم على اللي انت بتقوليه، لانه برضو احنا مش عارفين تفاصيل، بس انا معاكي مش عارفين. احنا متضايقين من انه وعشان رشوان كمان احنا متضايقين من العقوق، يكون في عقوق ويكون في مشاكل ويكون لا في لا لا وحش. فانت الدور ده عملتيه من قلبك، عملته فعلا للحالات اللي ممكن تبقى موجوده في المجتمع، للحالات اللي بقينا بنشوفها في المجتمع. بعد كده بقى عملت بقى شخصيتين كمان. بصي يعني مهمه قوي الادوار دي، لان هي بقت بتغطي حالات كتير جدا. أيوة. فعشان كده بتمس قلوب الناس على طول. مظبوط. حاسه ان الدراما كمان اتغيرت، لانه كمان دخول السوشيال ميديا بقت بتنقل لك بقى اخبار وقصص وحكايات. صح. فحاسه ان انت تقدري تعالجي مشكله كبيره مثلا الناس شافتها. مظبوط. حاسه ده بقى مختلف. يعني بس يعني كل المجال كله اتغير شويه، او يمكن انا يعني كنت يعني من 5 6 سنين طبعا اكيد في تطور حصل طبعاً. يعني انا شويه استغربت بس اتعودت يعني. دلوقتي اتعودت يعني، ابتديت تاني تالت عمل دلوقتي بالنسبه لي، وان شاء الله يا رب الحاجات دي لما تتعرض. يعني مثلا اللي شفناه دلوقتي ده بتاع مدام شيرين عادل ده زي القمر، دي شخصيه انا لو زمان تقولي لي تعالي واعملي شعرك كده واغسلي وشك وبتاع اقول ليه، لكن دلوقتي انا ما بقتش بهتم. الزمن اتغير، لان يعني بيقول لك ما تعمليش مكياج. الشاشه الكاميرا الجديده الاتش دي كله مختلف. الوش مش لازم تعملي ميك اب، مش عارفه مش لازم ايه. فابتديت الى حد ما دلوقتي الدنيا مشيت. لا لو الماتش عامل ايه؟ ما الماتش خلاص، الماتش احنا في الدقائق الاخيره في الاكسترا تايم الثاني ان شاء الله خير. يمكن نلعب بقى ضربات ترجيحيه هنشوف. انا حاسه ان ده مش ماتش كوره، ده ماتش مصارعه.
بسرعه. عملتي اي حاجه خاصه في الكوره؟ لا. مسلسل، فيلم؟ الكوره كانت مؤثره قوي يعني في الثمانينات، كان في افلام كتير في السينما. بس انا ما عملتش حاجه للكوره، بس حريف، غريب في بيتي، الدرجه الثالثه، كان في حاجات كتير. غريب في بيتي كان حسن، انا كان حسن. حسن وكان طالع الكابتن المدرب مع نور الشريف. كان هو المدرب. كان هو المدرب. كان كروي قوي استاذ حسن. حسن زملكاوي. كان زملكاوي. ما هو كان نور الشريف زملكاوي في الفيلم برضه، هما الاثنين. ايوه. لا كان في افلام حلوه، في مواضيع حلوه يا شفكي، في مواضيع حلوه. يعني احنا لغايه النهارده بنقعد نتفرج على بعض افلام احنا شفناها كذا مره، لكن بتتفرجي عليها بتنبسطي. شايفه في اللي بيعجبك من حاجات ميمي جمال اللي قدمتها، اللي لما تشوفيها ترفعي السماعه لاولادك، طب بصي بصي اتفرجي. طب يعني ايه اللي مثلا ممكن احيانا فترات كنت وقتها مشغوله جدا ما تلحقيش تشوفي كل حاجه، ودلوقتي لما بتشوفيها يمكن تعجبك اكتر من الاول، ده بيحصل؟ لان يعني في بعض ادوار فعلا كانت نقله. يعني انا عملت من فتره طويله كان في مسلسل اسمه اوراق مصريه. كنت عامله فيه شخصيه جديده جدا بالنسبه لي اياميها، بتتسجن وعزة أبو عوف جوزها وبتضرب، يعني كانت شخصية فيها. فدي من الحاجات اللي أنا كنت بحب أشوفها. كان في مسلسل برضو كان اسمه أهلا بالسكان. كنت عاملة فيه حاجة اسمها سوسو طرب. أيوة طرب. أيوة. أيوة. كان في الحاج متولي، في كيد الناسا، في لا في حاجات كتير. صورتي في استوديو 10؟ احنا في استوديو 10. صورتي ايه في استوديو 10؟ صورت في استوديو 10. احنا في استوديو 10. ايوه. يعني افتكري كده ذكرياتك. لا طبعا ده كان حاجه تانية خالص. خالص خالص. ما هو كان في ديكورات بقى الاعمال. انا جيت صورت هنا مع الاستاذ يحيى العالمي، وصورت مع مين تاني يا ميمي، وصورت لما كانوا عاملين البيت بيتك. البيت بيتك ما كانش في استوديو 10، كان في استوديو واحد. واحد؟ في استوديو واحد. انا بقالي فتره طويله ما دخلتش. بس دخلتي استوديو 10 مع المخرج يحيى العالمي. طيب المسرح، يعني خليني اقول للمشاهدين، ميمي جمال لما كانت تدخل على شبخ يعني انت على الخشبه في المسرح، كان بيبقى فيه تصفيق، وفي ابتسامتك الحلوه، وكنتي كمان خفه دمك، ليكي حضور قوي على المسرح. المسرح ده بالنسبه لي عشق. يعني انا ممكن اشتغل اي حاجه ادوار، عشان ما يتقالش ان ميمي اتصنفت كوميديا بس. يعني انا اشتغلت، عشان اقول لك على حاجه، كل تقريبا كوميديانات مصر انا اشتغلت معاهم. كلهم تقريبا كلهم. عدد مسرحيات كتير قوي، لان كان في مسرحيات بتعرض جماهيريا، وكان صحيح. مسرحيات تلفزيونيه وتلفزيون وحاجات كده. فانا ليا باع طويل في المسرح. حته انك انت تخشي على المسرح وتحسي ان الناس بتستقبلك بحب، انت بتشوفي في عينيهم، في ناس بتاخدي الطاقه، في ناس بتعمل كده يعني. ما حد دخل يعني، وفي ناس كده. عارفه دي تخلي الممثل قلبه من جوه تديله طاقه تانيه. حاجه باور. تخشي تبقي يعني. انا عملت اخر مسرحيه كانت الله يرحمك يا حبيبي سمير غانم. ألف رحمة. سمير غانم على المسرح ده كان حدوته تانية. لا ده ملك. حدوته تانية. فكنا فعلا، أنا بحب المسرح قوي قوي قوي. الفيديو بعمل فيه الأدوار اللي ما أقدرش أعملها على المسرح، يعني أعمل بقى فيلن وأعمل بلدي وأعمل. لكن المسرح بتحسي إنه الكوميديا والجمهور اللي بتقولي عليه اللي بيسقف ده وجايبه حضور. قاعد قدامك عايزة تديله أنت نفس الطاقة دي. بالظبط. طب أنا عايزة أفكرك بالمسرح. قولي. ما تيجي نروح سوا. يلا تيجي نروح مسرحية وناخد معانا ميمي جمال. ولسه انا قلقانه جدا على الماتش ونشوف. هقول لك دلوقتي لسه بنتابع معاكم الماتش، فاضل 5 دقايق بس. الحقيقه حلاوه ميمي جمال يعني انت دايما مبتسمه طول الوقت، انا دايما انت ابتسامتك مرتبطه عند الناس. الكوميديا دي في شخصيتك هي اللي جمعت بينك وبين حسن مصطفى، ولا خدتيها منه ولا ايه؟ لا هو انا من الناس اللي ما بحبش المشاكل. ما بحبش القعده اللي فيها اكتئاب وناس مكتئبه وناس.
اوكي ببقى موجوده في الحدث نفسه، ببقى مش يعني مش واقفه بتفرج، لكن بخرج من الحكايه بسرعه، لان انا مش من النوع اللي بحب الزعل او احب النكد او احب، يعني انا بشوف الحياه دايما شكلها حلو. ما بشوفش الجانب الوحش، بشوف الجانب، ما بزعلش، ما بحبش حد يزعل مني ولا انا ازعل من حد. يعني انا لو قلت كلمه بايخه تلاقيني بالليل اقعد افكر فيها تاني يوم ازاي انا ليه قلت كده ولا عملت كده. طب انا يعني طب انا ليه قلت كده؟ ليه يعني 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 الرد ده لو انا ما قلتوش مش كان معلش طب بكره حق. يعني ما بحبش لا حد يزعل مني ولا تلاقيني في كواليس مسرح قاعده ماليش دعوه ناس تتخانق بره ناس تعمل مشاكل. وانت مركزه في الدور وبتضحكي انا متخيله الكواليس بتاعتك دمها خفيف، في حاجه حلوه الناس بتاكلها عندك بتضحكي. مش عارفه ليه عندي الاحساس ده، ما حضرتش كواليس بس عندي الاحساس ده، يعني انك قاعده مبتهجه. انا مهتمه بشغلي. فنان حسن مصطفى كان بيشوفك كممثله ازاي؟ حسن كان بيشوفني اكتر كانسانه. يعني الفن ده احنا عرفنا بعض واحنا بنمثل، فهو شافني كممثله وانا شفته كممثل، وانا بقدره وهو بيقدرني، وكل واحد فينا عارف قيمه التاني. انما اللي بيجمع اتنين في جواز الانسان مش الفنان. طبعا الانسان أكيد. فانا اللي حبه فيا حسن انا انسانيه ميمي جمال ميمي، وانا حبيته حسن الراجل الزوج والاب والانسان الصديق والاتنين اللي على الشاشه دول بره البيت. بره البيت. طيب خليني اخدك، هنروح فاصل ويا رب خلينا ندعي انه ضربات الجزاء تكون لصالح مصر يا رب. محمد يا صلاح يا رب. خلينا ميمي جمال على اخرها، واحنا منتظرين الحقيقه فاصل يعني قصير ونرجع نكمل معاكم وشجع مصر. بجد يا رجاله يا اقول ايه يا يعني شرفتونا رفعتونا خليتونا في السما فوق فوق قوي. ربنا يخليكوا يا رب زي ما انتوا فرحتونا يا رب. ربنا يفرحكوا يا رب يا رب يا رب يا رب. كله يفتح القناه الاولى بقى، عشان احنا كنا قبل كده بنتفرج على الكوره، دلوقتي نتفرج بقى مع بعض. لا لا، والقناه الاولى، القناه الاولى والتلفزيون المصري الوش الحلو. مبروك يا مصر، الحمد لله. مبروك يا مصر، مبروك لله. الرجاله بجد يعني انا النهارده في وضع صور الرجاله، يعني صور رجاله مصر. مبروك لكل المنتخب. لا بس مبروك ليك يا مصر، مبروك الرجاله، مبروك المباراه اللي بشرف، مباراه كبيره جدا بشرف. مصر بتلعب 3 اكسترا تايم و4 اكسترا تايم على 4 3 مباريات، يعني 3 مباريات اكسترا تايم، حاجه مش معقوله. والحكم كان ضدنا والمدرب كان يعني اخد كارت احمر في المدرجات وحاله مش طبيعيه. لا انت كمان عايزه اقول لك حاجه، ما تنسيش ان احنا بنلعب على ارضهم، يعني واخده بالك؟ خليني اقول اللاعب محمد عبد المنعم اللي هو ايضا يعني رجل المباراة، وهو رجل بجد المنتخب، وربنا فتح عليه في المنتخب الكورة. بجد أنا سعيدة بفرحة المصريين، ومصر تستحق الفوز. والفنانة ميمي جمال كانت جاية وقلقانة وقاعدة في الكواليس وكلنا قلقانين يعني احساسك إيه بقى؟ أنا فين الزغروطة بقى اللي على الهواء؟ ما أنا زغرط. ألف 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 مبروك يا رجالة يا رجالة. على فكرة عارفة هم لو ما كانوش أقوياء ها كانوا لازم يجيبوا جوان. طبعا التكسير اللي كانوا بيكسروهم فيهم دول والضرب اللي كانوا بيضربوه، يعني كانوا ممكن ياخدوا كذا جون، إنما المصريين واقفين واقفين صامدين لغاية ما في الآخر الحمد لله والشكر لله بيضتوا وشنا ورفعتونا كده وطلعتونا. لا وبصي الصور، الصور كلها بتقول رجاله، بتقول طبعًا يعني طبعًا. الاستحواذ اللي كان على الكوره، الاداء، ان هم استحملوا يعني الحقيقه استحملوا يعني ابو جبل لوحده سد 7 كور
يعني ثلاث كور لوحدهم يعني لا وكان في تسديدات تانية، لكن يعني بجد. وكان ابو جبل على فكره في بدايه المباراه لو شفته كان متالم ولكن هو راجل وكمل لحد الاخر. الحقيقه كميه المباركات اللي على الهوا مش قادره اقول لكم، كميه الناس اللي سعيده. انا سعيده انه الشارع المصري النهارده هيبات بفرحه كبيره. المصريين يستحقوا الفوز، لانه من المباراه الاخيره مع المغرب والاداء والتوعدات وانها من ايدته بانها حرب، والمصريين يقولوا دي منافسه وان احنا موجودين في القاره الافريقيه في منافسه شريفه. فالحقيقه رجاله ومثل اعلى ورياضه وكوره حاجة الحقيقة جميلة جدا جدا جدا. خلينا يعني كمان نقرأ يعني على الفيسبوك. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية، وإنني إذ أهني أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، وأود أن أشيد بالروح القتالية والأداء العالي وعزيمتهم التي يعني لم تتوقف. ولقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم، لقد أسعدتونا جميعا ويعني بذلتم كل شيء بكل فخر كبير. خلينا نقول مرة تانية سيد الرئيس على الفور تهنئة سريعة جدا على الفيسبوك. السيد الرئيس: أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية، وإنني إذ أهني أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، وأود أن أشيد بروحهم القتالية وأيضا الأداء العالي وعزيمتهم التي لا تلين. لقد أثبت أبنائي اللاعبون إن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم، لقد أسعدتونا جميعا، وبهذا وإن وبلدكم أسعدت بلدكم وبلدكم فخورة بكم. الحقيقة كلمة من القلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصر وإلى المنتخب وإلى هذا الفوز. وفعلا أنا أتفق جدا ونتفق مع السيد الرئيس بأن المصري قادر على الفوز، لأنه الحقيقة كلما بذل مجهود بتبقى دي النتيجة. تعالوا بمنتهى الفرح ناخد الناقد الرياضي أحمد الهواري. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الفل يا استاذه شبكي، برحب بحضرتك وتحياتي طبعا. بشكرك. الفنانه الكبيره الجميله ده وش ميمي جمال، وشها حلو جدا علينا. حلو النهارده ولا مش حلو؟ اكيد طبعا اكيد، وش حضرتك دايما حلوه يا فندم. ربنا يخليك يا ربنا يخليك. البدايه الحمد لله شرفتونا ورفعت راسنا في السماء والله في الوقت الصعب. يعني ربنا النهارده ماتش من اصعب الماتشات. انا دايما شايف ان انت بتواجه صاحب الارض، فهي دايما المباراه دي صعبه، خاصه كمان ان قبل الماتش تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو حط ضغط جيب فايده على لعيبه منتخب مصر ان هو وصف المباراه بالحرب، فهي فعلا كانت حرب داخل الملعب، لكن الحمد لله لاعبتنا قدروا انتصروا على كل العراقيل اللي تعرضوا ليها. النهارده شفنا الحكم يعني من أسوأ فعلا الحكام اللي ممكن اكون شفتهم على مدار يعني متابعتي الكرة في القدم. النهارده بكاري جسامة كان واحد من اسوء الحكام، يعني شفناه تعنف واضح بشكل كبير جدا. طب انا عايز اسالك حاجه، يعني لحظه خروج كيروش الى المدرجات والكارت الاحمر والاحساس بقى ان احنا المباراه دي هتكمل ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ انت حضرتك يعني شفنا بدون داعي وبدون مبرر انذارين لكارلوس كيروش، وهو واضح من اول دقيقه واضح ان هو متحفز ومتاهب ضد المنتخب المصري، لكن الحمد لله خلينا نشيد بالرجاله اللي كانوا في الملعب ان هم قدروا يعني يلتزموا بضبط النفس، وقدروا ان هم يعني ما يناولوش الحكم ان هو عايزه ان هو يخسر المنتخب المصري النهارده بقراراته، او يكون في طرد اللاعب او اكثر ونفقد لعيبه مهمه في المباراه. قدرت ان انت توصل لبره الامان، وقدرت ان انت تحقق اللي انت عايزه. كل اللعيبه رجاله، انا لسه سامع حضرتك بتقول ان محمد عبد المنعم فاز بلقب مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه. احنا ما بنخافش يا فندم، هم فعلا كلهم رجل المباراه، ما فيش لعيب افضل من لعيب، كل ماتش افضل من اللي قبله، وان شاء الله ربنا يكلل جهودنا ان شاء الله يا رب باذن الله
يعني قدام السنغال نفوز باللقب باذن الله ونستعيد اللقب ونوصل للبطوله الكامله ان شاء الله. احنا هو معاك كابتن احمد واحنا بنشوف صوره الطرد بتاع المدرب بتاعنا، ودي كانت من اصعب اللحظات لان هي كانت اللحظات الاخيره كمان في المباراه. انا عايز اسالك بالضبط على ضربات الجزاء الترجيحيه، يعني هل كان متوقع ان يتم هذا يعني التسديد؟ وابو جبل الحقيقه كان جبل النهارده في المباراه. الحمد لله احنا عندنا يعني ما شاء الله الاربع حراس على يعني على كفاءه واحده، سواء شناوي جبل صبحي جاد، الاربعه الحمد لله. وشفنا شناوي واقف بتعليمات ونصايح على طول مستمره لجبل، وهو ده اللعيب المصري او ده المنتخب المصري. كل اللعيبه البدلاء والاساسيين هم نفس المستوى ونفس الكفاءه. انا لو بتكلميني بشكل شخصي انا كنت متوقع ان محمد ابو جبل هيكون سبب رئيسي ان شاء الله في صعودنا للمباراه النهائيه، وكنت متوقع ان هو يقدر يشيل كوره او اثنين ويعني يتحكم في الـ في الـ في توجيه المباراه لصالحنا. فالحمد لله ان قدرنا ان احنا نخلص ضربات الجزاء بدري، لان انت بتلعب على ارض الخصم وسط جمهوره، مباراه مضغوطه يعني مباراه من اصعب المباريات. فالحمد لله ان احنا قدرنا نوصل لبر الامان ونوصل للقاء النهائي اللي هيكون انا شايفه اسهل بكثير من مباراه الكاميرون. هل النهارده بهذا التوقع احنا يعني لعبنا اثنين اكسترا تايم وفضلنا في التعادل السلبي ثلاثه، احنا كده ثلاثه بالظبط يعني دور ال 16 دور ال 8 دور ال 4. لا بتكلم عن مباراه النهارده بعد انا عايزه اقول حاجه يا طب شخص. اسمع فنانه ميمي جمال عايزه تقول لك حاجه، اتفضل. انا عايزه اقول ان حسن النوايا النهارده كان واضح جدا وربنا كان واقف معانا. يعني شوف هم، انا مش بقول حاجه بس هم نيتهم ما كانتش كويسه، كانوا داخلين على ناس بتقول لك احنا داخلين نحارب وداخلين ما اعرفش ايه، يعني داخلين بنيه مش حلوه. شوف ربنا يمدوا ايدهم بالكوره برجلهم الكوره تخش تبعد زي ما يكون حد بيرميها بره، بيرميها بره نيتهم. احنا عشان نيتهم حلوه والشباب ربنا يديهم الصحه والعافيه، ومحمد صلاح بصراحه انا حاسه روحه موجوده في وسط المجموعه، يعني هو جمعهم كده وخلاهم في روح حلوه بينهم وبين بعض كده، فربنا يوفقهم وربنا وقف معانا. واللي بيرمي الكره بتخش ربنا بيقول له ها، والتاني يقول له ابعد. حسن النوايا وربنا كان واقف معانا اكيد. والحمد أكيد. لله الحمد لله اكيد. متفق جدا مع حضرتك يا استاذه ميمي، وخليني فعلا اكد على كلام حضرتك ان الحمد لله، لان زي ما حضرتك قلتي من بدايه من قبل المباراه كمان تصريحات اسمه بان هي حرب واللي بيحصل في الملعب وضرب اللعيبه. يعني شفنا النهارده الحكم كان يعني يعني سوري في اللفظ بس هو كان اعمى النهارده خالص، فعلا مفيش انذار خالص لعيبه الكاميرون. فالحمد لله ربنا كرمنا عشان نيتنا ده فعلا. يعني ابو جبل يعني كمان صد الحقيقه كورتين عظام، يعني 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 ده برضو الاداء، رغم ان احنا عارفين ان هو يعني برضو كان عنده يعني شبه توجع كده في المباراه، واضح انه برضو كان واخد كوره واصيب، لكن الرجوله اللي كانت موجوده والاداء والفتنس العالي اللي موجود للعيبه بصراحه يعني. اكيد كلام حضرتك سليم، وخلينا اكد بحضرتك ان ابو جبل طبعا كان بيشارك وهو مش جاهز 100%، كان يقدر وتحامل على نفسه واصر ان هو يشارك، لان طبعا خلاص بعد اصابه الشناوي هو الحارس الكبير اللي موجود، يعني صبحي وجاد طبعا حراس وعدين، لكن شباب الاجواء وقتها محتاجه حارس كبير. فابو جبل النهارده شفناه يعني كان متحامل، ولكن هو صحيح. كان عنده اصرار كبير ان هو يتواجد في مباراه النهارده، والحمد لله هو كان مفتاح من مفاتيح الفاوله او المفتاح الرئيسي انه قدر النهارده في ضربات الجزاء يتصدى لكورتين. الحمد لله قدر ان هو يطلع بينا للنهائي، اللي انا باكد تاني ان هو ان شاء الله اسهل بكتير من مباراه الكاميرون، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يوم الاحد هنرجع من الكاميرون بالبطوله باذن الله ان شاء الله. وكده احنا يعني احنا كنا اخر لقاء للكاميرون معانا هي اللي كانت فايزه، احنا كده خلاص محينا كل شيء، يعني رجعنا لتاريخنا مع الكاميرون اللي كان كله مصر متقدمه فيه. احنا كمان كانت اسوأ مباراه لان كانت نهائي افريقيا 2017 وخسرنا البطوله قدامهم. مظبوط. فالحمد لله النهارده انت كنت لازم فعلا، ده اللي مخليني اقول لحضرتك ان دي كانت اصعب مباراه، فالحمد لله تقدر قدام السنغال هيكون الماتش كمان اهدى من كده بكتير. نهائي افريقيا لكن هيكون اهدى من كده بكتير، ومش طبعا. هيكون كمان الحكم مجامل لفريق على فريق، لا خالص، هيكون ومش هيكون هذا الشحن اللي عشنا فيه يعني. صاحب الارض خرج. صحيح، كان في شحن كمان كبير جدا. احنا بنشكرك جدا ومن حقك انك تحتفل كمان، الناقد الرياضي احمد الهواري بشكرك شكرا جزيلا، ولسه بنقول بجد مبروك لمصر.
مبروك للمصريين، مبروك للمنتخب الفراعنه، منتخب الرجاله، مبروك لكل لعيب، مبروك للطاقم يعني المدربين والطاقم الفني والجهاز وكل الناس. على فكره في جمهور كبير جدا مصري سافر النهارده وموجود في الكاميرون، ان شاء الله يا رب يعني ان هم يرجعوا بالف سلامه وراجعين بقى بالنصر، فده احساس حلو جدا جدا. طيب هنفضل نتابع معاكم هذا النصر، ولسه في ضيافتي لانها كانت في ضيافتي الفنانه الجميله مش حلو طبعا ميمي جمال اللي كانت منورانا. والحقيقه برضو انا لازم اقول حاجه، لما بيجي فنان بقيمه ميمي جمال وبقالها فتره ما طلعتش وتيجي في يوم صعب، يعني هي قالت انا عارفه انه يوم صعب وانه احتمال ان الناس ما تبقاش هتتابع قوي لان الناس بتتابع الكوره، اول ما جيت لكن هي نسيت ده كله وبقت قاعده عايزه تتابع اللي بيحصل في الكوره. لا انا اول ما جيت انا قلت يا جماعه بلاش انا النهارده، لان ما فيش حد في الدنيا بيتفرج على الماتش ده وهيفتح يتفرج علينا ما لما نكون ايه، مش ممكن. لا انا زمايلي عشان انا كنت على الهواء قبل ما انت تيجي، فبيقولوا لي الفنانه ميمي جمال كانت قاعده بتتابع ونسيت بقى، سحبت كرسي ايوه وقعدت بقى تتفرج ومنفعله، وهي دخلت عليا هي متضايقة. احنا المفروض نتكلم على اللقاء اللي ما بيننا، فانا قاعده متابعه معاها، فعايزه تقول ما ينفعش يجيبوا لنا حاجه هنا، عايزه تتابع المباراه. فالحقيقه يعني ده اصل ده احساس وطني. هقول لك حاجه، يعني احنا كل اللي بنقوله وكل اللي بنعمله تمثيل وشغل، لكن اللي جوه القلب من جوه ده حياه حقيقه، يعني مصر بيتنا حياتنا بلدنا. انت لما بتلاقي حد من ولادك بينجح بتزغرتي، سواء بقى شوفي لما بلدك تنجح شوفي الفرحه هتعملي ايه، شوفي الفرحه على الشاشه عامله ازاي، يعني لازم الفرحه حلوه الناس فرحانه والناس بتضحك وبتزغرت وسياده الرئيس النهارده شوفي الراجل يعني فرحان فرحان طبعا، كل الناس فرحانه دول ولاده كلنا كل يعني الناس فرحانه. لا 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 ما شاء الله وحاجه مشرفه، وهم الحقيقه يعني زي ما قلنا هو منتخب الفراعنه منتخب الرجاله بجد اللي قدر بجد يصنع النصر، يعني صناعه النصر مش صناعه سهله رغم كل المشاحنات، يعني برضو اجواء الكوره صعبه. بصي هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، ما فيش حاجه في الدنيا ما فيهاش مشاكل خلاص، بس انت لما تبقي واثقه في نفسك قوي ما يهمكيش، يعني انا احنا ما بنخافش، يعني لازم نقول كده احنا ما بنخافش، يقولوا لنا دي حرب، يقولوا لنا دي ضرب، يقولوا لنا احنا بنخش بقلب وبنشتغل بضمير وربنا بيكرمنا بس. طيب بما ان وشك الحلو فاحنا برضو هنهني ونشوف معانا كابتن محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر السابق، خلينا نقول له مساء الخير يا كابتن. الخير يا مدام شافكي، ازي حضرتك؟ مبروك علينا ومبروك عليكم. الف مبروك يا كابتن، الف مبروك عليكم حبايبي، والله انا فرحانين حاجه تفرح. الحمد لله. كلمني بقى كلمني كده، قول لي كده وانت بتتفرج، طبعا كلنا اعصابنا كانت ضايعه، بس كلمني قول لي يعني شفت رجاله مصر النهارده عملوا ايه؟ الاول انا بحييهم على ان يلعبوا ثلاث ماتشات اكسترا تايم دي في 10 ايام، دي تخش موسوعة جينيس، والله ما فيش فرقة في العالم لعبت في بطولة ثلاثة اكسترا تايم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الثبات الانفعالي بتاعهم في الملعب عالي جدا برغم الظروف وبرغم التصريحات اللي قالها صامويل ايتو على راسي وكل حاجة، ولكن احنا مصريين جامدين قوي الحمد لله بجد، وكلمة مش بتتقال كده، احنا في وقت الشدة فعلا بنبقى باينين جامدين جدا في افريقيا. مظبوط، قعدنا مكانتنا في وسط افريقيا، احنا الفرقه الوحيده اللي في شمال افريقيا الحمد لله رب العالمين اللي بنلعب نهائي ثاني مره او ثالث مره او عشر مره، لا الحمد لله رب العالمين احنا اثبتنا ان احنا فرقه ثقيله قوي وبنقترب لرقم 8 كده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بس انا بجد بحيي اللعيبه اللي هي اول مره تنزل الملعب النهارده، زي مين؟ قول بقى الاسماء. مهند لاشين اول مره يلعب في البطوله طبعا، امام عاشور اول مره يلعب وفي ظروف اجواء، انا مريت بالاجواء دي يا مدام شافكي وصعبه جدا مهما تحكي وتتحاكى عليها، لا صعبه جدا جدا، انما انا بحيي اللعيبه كلها بجد ادائها ممتاز. فتوح في ومحمد عبد المنعم اللي اخذ رجل المباراه. لا بصي اصل الناس دي خلاص يعني حاطط رجليها من زمان، فتوح وعبد المنعم وصلاح والناس دي لا يعني معروفه الحمد لله ان هم حاجه محترمه، انا بكلمك على احساس لعيب اول مره ينزل الملعب. ايوه صح، انا بكلمك على واحد لعيب كوره فبحس بيه
ان يأدي ويثبت كده في الملعب ويشوط ضربه جزاء زي مهند لاشين مش سهله يا مدام شافت. ضربه الجزاء انت بتحط ايه اكتر حاجه؟ طب انا عايز اسالك انت كلاعب، يعني ايه اكتر حاجه وانت بتتفرج على المباراه هل كان عندك الاحساس ان احنا هنفوز ولا كان عندك قلق؟ يعني كلمني على لحظات القلق ولحظات الثقه. صراحه في فترات مش عشان حاجه، الاجهاد اللعيبه كانت مجهده جدا طبعا، انا خفت ضربات الجزاء التركيز اللي وانت مجهده تفكيرك ذهنيا ما بيتناسبش مع عضلات رجلك، فممكن يبقى مخك بيفكر في حاجه ورجلك ما تشركيش في الملعب والله بجد. ف انا كنت قلقان بس من حته الاجهاد، ولكن اثبتوا الاولاد ان هم حاجه فوق الخيال بجد. يعني كانت كاميرا فرقه ثقيله جدا، وقبلها المغرب وقبلها كوت ديفوار على السنغال. لا الحمد لله احنا بنثبت للعالم كله ان احنا بنعمل اي حاجه في اي وقت. المصريين بجد بجد بسم الله ما شاء الله بجد، وانا يعني بحيي اللعيبه قوي 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 وجهازهم، لان الجهاز لازم يبقى عنده ثبات انفعالي بره على الخط شويه. انا اول مره اشوف لعيبه هاديه والجهاز هو اللي متعصب. ايوه صح، يعني الجهاز الفني بره كانت اعصابه يعني كانوا معذورين وكانوا شايفين طبعا. كمان انا عايز اسالك كمان حاجه كابتن، يعني انت لعبت ايضا الارض نفسها كانت ضدنا كمان، يعني ارض الملعب كمان يعني كانوا اللعيبه هم بيجروا الطين بتاع الارض بيطلع في رجليهم. حسيتي بنت بالارضيه فعلا؟ لا الارض وحشه جدا سيئه جدا. انا عارف ان هم عشان يلعبوا البطوله بسرعه فالاراضي ما كانتش تصلح للعيبه الكوره. بعدين اللعيبه دي معظمها جايه من اوروبا، مش لعيبتنا بس، لا ده في فرق كثيره لعيبتها جايه من اوروبا فمش واخده على الاراضي دي. ولكن احنا كمصريين احنا بسم الله ما شاء الله يعني اولادنا يلعبوا في اي حته، يلعبوا بقى اكيد شرفونا والله شرفونا جدا. لا بجد انا سعيد النهارده جدا، سعيد بالاداء جدا الحمد لله. واي حاجه تحصل بعد الشر لا الاولاد دول عملوا اللي عليهم، يستحقوا التهنئه من ويستحقوا والله لو عملوها الرجاله زي ما بنقول. كابتن محمد عبد الجليل اللاعب السابق بشكرك شكرا جزيلا، والنهارده فرحه كبيره قوي. طيب بصي هناخد بقى ايه لعيب فني، انت هتقولي الو لانه الفنان هاني رمزي، فخلي يعني قولي مساء الخير كده معانا. مساء الخير. الو الو يا حبيبتي، مبروك لمصر يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي انت، يعني الحمد لله. يا والله يا ميميه يا قمره استاذه ونجمه كبيره، ربنا يحفظك يا رب، ووشك وش السعد يعني. ده اللي انا عايزه اقوله يا هاني، النهارده انا جايه وقلبي حاطه ايدي على قلبي، قلت مش ممكن اجي اظهر النهارده في حلقه وفي نفس الوقت بماتش مصر، يعني مين اللي هيسيب الماتش ويتفرج علينا؟ يعني استحاله. فانا قاعده قلبي يعني من جوه. ده انت ميمي جمال ومعاكي شاشك المنير، يعني مين اللي ما يتفرجش عليكم يعني؟ الله يخليك، ربنا يخليك الفنان هاني رمزي. يا هاني مساء الخير عليك يا رب، وقول لنا بقى انطباعك والحاله الحلوه اللي احنا فيها النهارده دي. بصراحه هو كان ماتش صعب جدا جدا جدا, جداً. وخاصه انهم اعلنوا الحرب قبل يعني قبل الماتش بفتره كده علشان يهزوا الجماهير ويهزوا المنتخب، لكن انا ثقتي في ربنا كبيره جدا، ربنا حنين ومش هيسمح بحاجه زي كده. كمان ثقتي في رجاله بلدنا، يعني دايما طبعا. احنا في الشدائد تلاقينا رجاله واسود في الملعب الحمد لله. والحمد لله ان نظرتنا في رجالتنا ما خابتش اطلاقا، وكان ايماننا قوي جدا بان النصر لينا ان شاء الله ان شاء الله. واحنا عملنا اللي علينا، يعني انا عايز اقول لك ان يعني فعلا ربنا كلل التعب ده كله بالنجاح، وكلل التعب ده بالفوز، فالحمد لله ان احنا عملنا. هاني انا عارفه ان انت يعني. ان انت كروي جدا، قول لي بقى النهارده ايه اللحظه اللي كنت قلقان فيها قوي واللحظه اللي كان عندك ثقه خلاص فيها جدا يعني. انا كنت قلقان جدا من بدايه الماتش من اصابه ابو جبل. صحيح. يعني انا الحقيقه كنت قلقان خالص، يا ترى في الفتره البسيطه دي قدر يتعافى. صحيح كلنا لا.
وكان بيتألم حتى. الحمد لله يعني انه قدر يتعافى سريعا، ومجهود الدكاتره اللي كانوا بيعالجوه كده كان واضح جدا. والحقيقه الراجل جه على نفسه بزياده وركز، وكل اللعيبه كانوا مركزين. فالحقيقه الحمد لله ان ربنا يعني عداها على خير. الحمد لله الحمد لله. اكتر يعني اكتر حاجه عجبتك في المباراه النهارده يعني اللقطات؟ هي لقطات كتيره حلوه قوي، بس ايه اللقطات اللي انت يعني فعلا يعني عجبتك؟ طبعا يعني انا في عز شده الاعصاب في ضربات الجزاء طبعا، ضربات الجزاء. اللي عجبني الثقه والهدوء بتاعت اللعيبه. يعني كان عندهم ثقه وكانوا بيلعبوا بثقه شديده جدا، والحقيقه عالميين يعني، مش يعني عرفوا صح ثبات انفعالي الشباك بجد يعني. فده اللي عجبني جدا بصراحه يعني، ثقه اللعيبه نفسها. اكيد. انا بشكرك جدا يا هاني، ومصر كلها فرحانه. بنشكرك الفنان هاني رمزي، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح للتحكيم. التحكيم ما كانش سهل النهارده، خروج مدرب بكارت احمر يعني كتير ما بنشوفهاش، ربما تكون من الحاجات القليله جدا. معانا الحكم الدولي السابق سمير عثمان. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وكل الناس. طبعا بيقول لك يا استاذه، انا هقول لك المره دي مساء النور يا كابتن شفكي. انا كابتن شفكي رسمي كده. ايوه خلاص. مساء النور يا كابتن ميمي. يعني وكابتن ميمي انا والنبي انا كمان كابتن. انتوا احلى كباتن الحمد لله. الف مبروك فرحانين كلنا. لا وبص بص يا كابتن، احنا استوديو تحليلي نسائي بس احنا قدها برضه. لا بس احنا قاعدين خلي بالك، اول استوديو نسائي بالظبط. عارفه انتوا عملتوا ايه؟ وشنا حلو ولا لا؟ انا حاسه وحاجه ثانيه ودعيتوا اكيد الدعوات دي كلها بتاعت كل يا رب. انا عايزه اقول لك انه ميمي جمال قعدت تدعي دعاء في كل الفواصل اللي بناخدها على اعصابنا، واقول يا رب النهارده انا اول يعني اجي النهارده ويبقى على وشي يا رب يا رب يحصل حاجه حلوه. لا اكيد كانت هتبقى حلوه الحمد لله. طيب انا هاخدك بقى يا كابتن للحكم، يعني الحكم جسامه. الحقيقه يعني الاول الناس كانت بتقول ايه الراجل ده كان سبب من الاسباب اللي احنا رحنا بيها كاس العالم، كان معقول. بس النهارده برضو لا، الحظ برضو ما كانش. ولحظه خروج والكارت الاحمر الخاص بكيروش برضه غريب، الصورة كده علق لنا عليها. بصي أنا هقول لحضرتك حاجة، طبعًا أنا حكمت دولي 15 سنة ولعبت كل بطولات العالم. النهاردة ده للأسف موجه، أوكي؟ جاي متارجت للأسف المنتخب المصري، عاوز بيلعب على طول عمر بكاري بيلعب هوم تيم، يعني إيه هوم تيم؟ يعني مع صاحبة الأرض، تمام؟ تمام. النهاردة أما أنا الحكم معايا القانون، ما ينفعش خالص أبرق كده وأزعق وأشخط في الناس، شخط فوق الجمعة بطريقة رهيبة، شفتي بيعامل كيروش إزاي؟ بالزبط. حتى لو كيروش أخطأ. إنما باينة جدا، الصورة باينة قوي. أما باينة طبعًا، عارفة أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا كحكم كرة أحس بالحاجات اللي بيعملها، النهاردة عمل كوكتيل فاولات مش موجود. فانا بصراحه يعني كنت اتمنى طبعا الاتحاد المصري. طب هل انا اقدر اقول الجمله دي انه يعني انه جسامه حزم الماتش بلغه الكوره؟ انت كده بتاعه كوره، برافو عليك. هو مش انا بصراحه يعني، الفريق بتاعي بس تمام. هم بتوع كوره، برافو عليهم. بتوع كوره جدا. عارفه اما يحزم الماتش بحاجات انت مش ملموسه بس تاذي في الاخر، تمام؟ انذارات ممكن تتجالي فيها، ده النهارده محمد صلاح اتضرب مرتين ولازم انذار، ما حسبش. ده في كوره محمد صلاح اتقلب على الارض اصلا وهو ما بصلهاش خالص يعني. ولا مهتم، هو جاي والله متارجت حاجه معينه اللي هي الهوم تيم، بس في الهوم تيم، بس في الاخر وربنا نصرنا النهارده اللعيبه بتوعنا رجاله. بس من الناحيه التحكيميه ودي على مسؤوليتي، أسوأ مستوى تحكيم حضرتك النهارده تشوفيه. تخيلي بكاري ده لعب في البطوله دي ماتشين، الماتشين عمل فيهم كوارث، ماتش مصر ونيجيريا كان لينا ضربه جزاء في بدايه البطوله، والماتش الثاني كان مالي وغينيا الاستوائيه، مالي كان ليها ركله جزاء وبرده ما حسبهاش. بالظبط. في الاخر تكرميه في مباراه زي دي صعبه جدا، احنا النهارده انتصرنا على بكاري ثم الحكم. طب انا هقول لك حاجه سريعه قبل ما اقفل. اتفضل. فاكره اخر ركله ترجيح اللي اتشاطت وطلعت بره؟ ايوه. هو هنا المفروض يصفر ما يستناش الفي ار. ليه؟ عشان الكره طلعت بره. صحيح، هو استنى بالظبط. عارفه دي بيستنى امتى؟ لو ابو جبل صدها احنا نرجع نقول هو طلع بره خطوه ولا لا، بس دي طلعت بره ما تستناش اصلا.
في النهايه عشان ما اطولش عليكي، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله تجيبي كابتن ميمي معاكي في ماتش الفاينل. كابتن ميمي بالظبط، لازم نيجي الفاينل هنا. ربنا بيحبنا ووقف معانا جدا. الحمد لله. الحمد لله يا رب. عشان تعبوا. الحمد لله. الحكم الدولي السابق كابتن سمير عثمان، بشكرك شكرا جزيلا. وخلينا نروح بقى لحراس المرمى. احنا عندنا ثلاثة حراس مرمى من الشناوي أبو جبل وصبحي، والثلاثة شفناهم في على ثلاث مباريات، يعني دي عمرها ما بتحصل. مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق كابتن أحمد ناجي، مساء الخير يا كابتن. بخير يا مدام شفقي. أنا بس صوتكم مش يعني مش سامعه خالص، يعني بيقطع خالص، يا ريت لو تسمعوا تاني. لا طيب. الصوت بيقطع. الصوت بيقطع، احنا سامعينك كويس. أنت سمعنا؟ دلوقتي سامع كويس. أيه. طيب تمام. كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، قول لنا رايك ايه بقى في ولادك الحراس المشرفين دول. طبعا الاول مبروك لمصر، مبروك للجهاز الفني واللاعبين والجهاز الاداري وكل عناصر المنتخب، فرحونا وفرحوا مصر ووصلوا لنهائي صعب قوي 120 دقيقه الماتش اللي فات، 120 دقيقه الماتش اللي قبل، حاجه يعني بطولة وبدائية ورجولة، كل حاجة حلوة عملوها حقيقي. وماتش النهاردة كان عصبي جدا في البداية، والمدرب اتعامل بشكل جيد جدا مع الأربع أشواط، والحمد لله يعني النتيجة كانت زي ما احنا شفنا الحمد لله. طيب يعني أنا عايزة أسألك بالذات على أبو جبل النهاردة، يعني في بداية المباراة أبو جبل النهاردة يعني أثبت للعالم العربي وأفريقيا إن مصر فيها حراس مرمى كبار جدا جدا جدا، مفيش قلق لما يغيب حد، الثاني موجود والثالث موجود وعشر حراس موجودين. واضح إن احنا النهاردة أبو جبل طبعا قراراته في ضربات الجزاء هدوء وثبات انفعالي مش طبيعي، يعني راجل كان مستني ومذاكر مع الحضري. طبعا الحضري اساسا مميز جدا في ضربات الجزاء، عمل معانا بطولات كتير وكنا بنطمن له جدا في ضربات الجزاء، نقل خبراته طبعا لابو جبل انا فرحان جدا، مش عارف اقول عليهم هم كلهم ايه، ابو جبل في حته ثانيه والحضري في حته ثانيه ومصر كلها النهارده في حته ثانيه الحمد لله. اكيد. في اي بيت شعر من الشعر بتاعك ينفع دلوقتي؟ اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل، يفوت عليه الزمن يطرح في ارض الفل، اتحدى كل المحن من غير هوان ولا ذل، اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل. الله الله الله. هو اصل الحكايه وطن، وطن زي الفل. يعني كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا. وتعالوا بقى نروح على معلق مباراه مصر والكاميرون، الكروان اللي كان وشه حلو علينا، كابتن علي محمد علي. مساء الفل. مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل المشاهدين المصريين. مبروك لمصر ومبروك للجماهير. استاذ شفقي المنيله سعيد جدا اكون معاكي، يعني لان انا تربطني علاقه بوالد حضرتك الاستاذ حليم رحمه الله عليه. الله يخليك. وبعتز بيه جدا طبعا يعني طبعا. كان شخص جميل وكان رياضي كمان. حقيقي. طبعا الفنانه الجميله الاستاذه ميمي جمال طبعا مشرف. انا مبروك لمصر. شكرا. مبروك لجماهير مصر. شكرا. يا رب. ما انا اساسا بعشق الرياضه من والدي الله يرحمه. طيب كابتن علي، يعني قول لي بقى دلوقتي تعليقك النهارده على المباراه. اولا مسؤوليه، ثانيا مباراه مش سهله ابدا، والمصريين يعني كان عندهم قلق من الماتشات اللي قبل كده كمان، فقول لنا بقى النهارده كان احساسك ايه؟ والله انا من بدايه المباراه لحد لما انتهت المباراه وانا عندي ثقه في البول، والله الروح الموجوده والاداء الرجولي الموجود، والحمد لله في مؤشرات، في ارهاصات بتطمنك انت يعني كواحد برضه كمعلق الحمد لله عندي خبره كبيره في التعليق، فبالتالي انا كنت برضه بحاول اكون هادي قوي، يعني مش طبعا متحمس اكيد، بس في نفس الوقت بتعامل بهدوء بمنطقيه بموضوعيه عشان الجمهور اصلا متوتر، يعني طبيعي ان احنا ده أكيد. يعني انا عايز اقول لك طلعت بمباراه يعني كاني لاعب مباراه مجهد اجهاد شديد. طبعا طب انا هنا هستغل برضه وجود يعني فنانتنا ميمي جمال، يعني لما يبقى المعلق زي ما احنا يعني هو معلق وفي النهايه هو مصري وقلقان، تفتكري ساعتها ممكن يعمل ايه؟ لا هو لازم يكون محايد. لازم يكون محايد.
يعني ما يقدرش يقول هو حقيقي بتطلع منه بقى ومصر وان شاء الله مصر يعني، لكن هو كمعلق لازم يبقى محايد غصب عنه. ايوه انما في الاخر لما يفرح بقى يفرح معانا كلنا. ايوه صح، هو عمل كده فعلا. طيب انت احساسك ايه؟ لان انت اولا على محطه عربيه جمهور عربي. خليني احيي الفنانه الكبيره استاذه ميمي جمال، ربنا لان هي قالت اهم نقطه في التعليق هو الحياد على فكره. حتى لو انا بعلق لبلدي لازم المعلق يكون هو اساس التعليق هو الحياد. صحيح، خلينا اشكرها واقول لها دايما يعني مستمتعين بيها وربنا يديها الصحه يعني. وشك حلو، وشك حلو، ربنا يخليك. اصعب لحظه يعني انت وقت الضربات الجزاء بقى بيبقى المعلق هنا يعني اللي هو يعني ايدي على قلبي وايدي على ولدي زي ما بيقولوا، فكنت عامل ايه؟ هي اصعب لحظه الكره اللي ضيعها رمضان صبحي، هي دي اصعب لحظه في المباراه. لانها ضاعت في توقيت صعب جدا، واحيانا الكره زي دي لما تضيع تاثر على المعنويات. لكن ده كان في اخر اكسترا تايم صح؟ ايوه في الشوط الاضافي الثاني. ولكن الحمد لله لما تشوفي الروح العاليه في نقطه فنيه حصلت، ان محمد شريف نزل في بدايه الشوط الاضافي الثاني واستبدل علشان ينزل احمد سيد زيزو، هو متخصص ركلات الترجيح. رده الفعل المهذبه جدا من محمد شريف كلاعب وطني ولسه نازل ولاعيب كبير، والتزامه وروح اللعيبه اللي التفت حواليه، والروح اللي شفناها من الشناوي وهو نازل يكلم ابو جبل والحضري طبعا كمدرب حراس مرمى، طرد المدرب، كل الامور دي بتاكد لي داخليا يعني. انا حتى في ركله الترجيح الثانيه للكاميرون قبل ما يسدد قلت هيضيع، مش بقول ان انا يعني كنت حاسس او احساسك ان الناس دي تستحق انها تفوز، تستحق انها تكسب. حتى صحيح. البدلاء اللي نزلوا كانوا مميزين جدا، الروح العاليه، الاصرار، وده مش غريب عن الشعب المصري يعني. لا مش غريب، بس انت كان وشك حلو علينا في 2010 برضو، والختام العظيم وفوز مصر و2006 فانت لازم تكمل بقى يوم الحد. لا ان شاء الله، المهم مصر تكسب، المهم مصر تفوز. مبروك لشعب مصر، مبروك اكيد لمصر قياده وشعبا وحكومه يعني زي ما بنقول بقى من زمان، وربنا ان شاء الله تمام على خير ان شاء الله مصر باذن الله. كابتن علي محمد علي، استمتعنا جدا بالتعليق اللي كان موجود من القلب، معلق مباراه مصر والكاميرون. الحقيقه الفرحه كبيره والاحساس كبير، عايزين نسلم على كل الناس وعايزين نتكلم مع كل الناس. خلينا ناخد فاصل، بس المره دي الفاصل ما فيهوش ترقب، ما فيهوش قلق، مش هنجري نشوف حاجه، اطمنا. مبروك يا مصر، الفرحة حلوة والتاسعة مستمرة تفرح معاكم. مبروك لكل المصريين.
الله، يعني بجد الله. بصوا كده، بصوا معايا، شايفين العلم المصري بيرفرف ازاي؟ والله وعملوها الرجاله، والله وعملوها الرجاله. يا شايفين العلم وجماله؟ يعني لا لا لا، لازم اقف تحيه تحيه لعلم مصر ده، لازم نحييه كلنا. العلم ده بجد يرفرف كده بقوه، ويرفرف كده انه بنجاح، ويرفرف كده بكل حاجة حلوة. الواحد لما بيشوف العلم يبقى عايز يقف بجد ويبقى فرحان، ويبقى كده نبقى حاسين، كلنا نبقى حاسين كده ان احنا ربنا كرمنا زي ما ربنا كرمنا النهاردة. أكيد الحمد لله، الفرحة حلوة قوي، والنجاح حلو، ورجالة مصر اللي شرفونا حلوين. معانا فنان أولا كروي جدا، فنان جدا مصري قوي، الفنان الجميل عم صلاح عبد الله. مساء الفل يا صلوحة. صلوحة حبيبي، ازاي حبيبتي يا شبكي؟ الله يخليك. ايه يا مامية منورة يا ميمي؟ شفت بقى منورة. يعني جبت انت منور. ايه رأيك بقى؟ انت مش كنتوا بتقولوا عليا خرزة زرقاء؟ انا النهارده خرزة زرقاء. ايوه والله وشي حلو الحمد لله. صلاح قول لي حكايه الخرزة الزرقاء بتاعت ميمي جمال دي. ايوه صح، في شغلها معانا على طول، ربنا يديها الصحه يا رب. ربنا يخليك يا رب. شغلها على طول معانا في المسرح، كنا بنقول دي الخرزة الزرقاء دي. حبيبي قلبي، بتبقى وش السعد علينا وربنا بيكرمنا زي ما كرمنا النهارده. إيه كان الفرحه الحلوه قوي قوي دي يا شبكي؟ دي فرحه حلوه جدا. يا سلام، مصر فرحانه كله. مصر فرحانه. طب قول لي بقى عم صلاح، فرحانه. انا عارفاك بقى انت بتتفرج دايما على الكوره بتبقى على اعصابك، صح؟ انا عارفه ده. النهارده كده اتفرجت فين الاول؟ في البيت. في البيت. انا وقفت اي ارتباطات. ليه بقى؟ انا يعني مش مساله تفاؤل وتشاؤم، تعودت ان انا اقعد على مكتبي كده قدام الشاشه، وجواد بناتي هم اللي بيحضروا معايا الماتش، وجانا يا ميمي جانا اللي هي اخر العلقول، يا روح يا روح قوي برضه. ودينا كمان كانت لا مع نفسهم عشان الولاد يعني عشان ما يعملوليش قلق. ايوه طيب. ونجوى زيها كويسه؟
زي الفل الحمد لله. البنات وربنا يخليهم لك يا رب يا سلام. يا حبيبتي يا ميمي، يا حبيبتي يا حبيبتي، يعني قولي اثنين حبايبي قاعدين. الله يبارك. الفرحه كملت والله. طب قول لي يا شبكي، شبكي اتفضل. عايز اقول لك حاجه، قول. ان كمان الفرحه كملت قوي بالكلمه اللي بعتها السيد الرئيس طبعا لاولاده واولادنا، ما دول اولادنا يا شبكي. طبعا طبعا دول اولادنا الابطال. طبعا طبعا. وانا ببعت من خلالكم 120 مليون بوسه للبطل ابو جبل. ابو جبل البطل النهارده طبعا. ربنا كرمنا بالشناوي العظيم ومحمد صبحي، وربنا كرمنا رغم الظروف الصعبه اللي احنا عدينا عليها والاصابات، ابو جبل النهارده خلص بدري موضوع ضربات الجزاء ده، بنبقى يعني ايه. لا شفت هو صد كام جول يعني الحقيقه مع الثبات الانفعالي اللي كان موجود في المباراه. ايوه نهى الحكايه. صحيح. ما خلاص اصل صد كورتين وفي كره طلعت بره، خلاص خلصت، واحنا جبنا الثلاث كور بتاعتنا خلاص، ما كملناش بقى ليه لغايه زي الماتش اللي فات. طبعا. احنا كملنا للضربه الخامسه اللي ايوه فضلنا كره لكوره. صح صح. لا عايز اقول لك مصر فرحانه فرحانة، مصر فرحانة قوي فرحانة. مصر تستحق الفرح. بيغني لها وليلها للصبح سهران ويانا. الله. مبروك يا أعظم شعب، الشعب المصري النهاردة هيصحى من الصبح، هيصحى في السعادة والهنا والفرحة، وجمعة مباركة عليه يا رب، وعلى كل المصريين اللي بجد، المصريين الحقيقيين اللي مش المصريين اللي في البطاقه، المصريين اللي في البطاقه ما الناس طالع فيهم. على فكره احنا حاطين على الشاشه الصده من الحاجات اللي صدها ابو جبل، وهو النهارده كان جبل ابو جبل حقيقي يعني. امال امال، ما احنا يوم ما اتصاب الشناوي قلنا خرج ابو جبل، خرج جبل ودخل ابو جبل، خرج جبل ودخل ابو جبل. الحقيقه يعني بص كل الولاد النهارده عملوا اللي عليهم، او خلي بالك ده ثالث ماتش نلعبه 120 دقيقة. صحيح. ثالث ماتش نلعبه 120 دقيقة. طب قول لي كتبت حاجة على الفيسبوك أول لما مصر فازت؟ كتبت حاجة؟ ليه؟ كتبت إيه؟ قول لي يا عم صلاح. أنا قلت كتير. أنا قلت إيه؟ يعني الله عليكم يا مصريين، الله عليكم. الدنيا وانتوا فرحانين فرحانه بيكم، واحلى حاجه يا ناسي فيكم اللي في قلوبكم في عينيكم، اللي في قلوبكم في عينيكم. مبروك يا اعظم واحلى واجمل شعب في الدنيا. مبروك. وبعدين انت كنت في الدقائق دي مع استوديو تحليلي نسائي بحت. أيوة. يعني فنانة ميمي جمال. ده جديد بقى، ده جديد. انا طبعا عملت مداخلات بقى، ده جديد بقى عليا النهارده. يعني حريمي جدا. يا سلام. ميمي جمال الليله اخر حلاوه واخر جمال. الحمد لله. شافكي منيلي منوره الدنيا يا شافكي يا غاليه. الله يخليك. الله يخليك يعني يا عم صلاح عبد الله. اولا فرحتك واصله لي، يعني فرحتك واصله لي يعني، فانا والله مهما وصفت فرحتي ما مش هقدر اوصفها، مهما قلت وكتبت مش هقدر اوصفها. لا ربنا لا لا يفرحك لا. دايما ويفرح مصر كلها. احنا بنحب البلد دي قوي يا شباب، بنحبها قوي 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 قوي، ونفسينا على طول يا رب دايما في الافراح. يا رب دايما في الافراح. يا رب دايما. يا رب. بشكرك الفنان صلاح عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا. بصي الفرحه حلوه طبعا، النجاح حلو. لا وصلاح حقيقي قوي يعني. عملتوا ايه مع بعض؟ عملنا حاجات كتير، عملنا يعني اشتغلنا مسرح مع بعض واشتغلنا فيديو مع بعض. لا صلاح انسان في شغله مريح جدا وطبيعي. يعني انا فيا الحته دي برضو، يعني انا ما احسش ان انا بمثل، احس ان انا بقول الكلام من صلاح كده. فمن زمان قوي قوي دايما اقول له يا صلاح ربنا وكمان حكايه التاليف دي ده من زمان كان التاليف دي وبيقول على طول شعر وشعر وبيالف وبيغني وبيعمل كل حاجه. صلاح جميل. عارفه النهارده انا حاسه كمان ايه، انه احنا عاملين زي ما انتوا في المسرح
لما بيقف الجمهور وهو معجب بالمسرحيه يقعد يسقف مش عايز الناس تمشي. احنا كنا بنعمل هنا وانت من شويه كنا واقفين نسقف بالظبط، بنسقف وبنزغرط وبننبسط وبنعمل كل حاجه. لما الناس كانت بتقعد تسقف لكم كتير كده ومش عايزينكم تمشوا من على خشبه المسرح طبعا، كنتوا تفضلوا بقى واقفين لحد ما الناس تخلص الحماس اللي جواها؟ لا يعني التسقيف لما بيبقى حامي قوي طبعا بتقفي، لما ابتدي يخف خلاص تشكر يعني بس بيبقى حماس الناس حلو يعني. طبعا طبعا، ده روح الانسان الفنان، روحه الناس ده اكيد طبعا. طيب احنا النهارده خدنا هذه الطاقه الحلوه وانا سعيده بطلتك وسعيده بوجودك وبشجعك وان شاء الله هيبقى لنا لقاء تكوني عملتي الحاجات اللي انت نفسك تعمليها ان شاء الله. هل في ادوار بعينها انت فعلا نفسك تعمليها بالشكل الجديد اللي بقى فيه الوسط دلوقتي؟ يعني عايزه اعمل ادوار فيها بتقول للناس حاجه. يعني مش مجرد ان انا بمثل شخصيات عملتها كتير قبل كده، لكن نفسي اعمل ادوار تكون جديده عليا وبتقدم بتقول حاجه للناس. دي مهمه قوي. مش فارق معاكي بقى تبقى مركبه، تبقى زي ما تكون، لا مفيش مكياج، لكن يبقى الدور حلو. ما بيهمنيش بقى ان انا اعمل مكياج، اعمل شعر، شفتيني في اول المشهد منديل ومفيش، المهم انها تكون بتقول حاجه. اكيد بس. انت نورتينا واسعدتينا بوشك الحلو، وانا متفائله وان شاء الله تعملي ادوار حلوه لانه مكانك موجود ومنتظرك. قبل ما اروح فاصل، تحبي تقولي ايه بقى للجمهور النهارده في الفرحه الحلوه دي؟ عايزه اقول للناس الف 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 مبروك، وعايزه اقول لمصر الف الف مبروك، ورجالتنا رجاله وبيقفوا وخدوا البطوله دي من بق الاسد. انا حاسه ان ايه السيناريو هياخدوها باذن الله، كانت عامله كده يوم الاحد بقى ان شاء الله، فتحوا كده وطلعوا البطوله، وان شاء الله دايما نبقى في نجاح ودايما نبقى منتصرين ودايما نبقى كويسين ومصر تبقى دايما حلوه يا رب. اكيد. الفنانه الجميله ميمي جمال، انا بتمنى لك دايما كل حاجه حلوه. شكرا. زيك كده وتعملي كل حاجه حلوه، نورتينا واسعدتينا وادخلتي البهجه والسرور علينا وعلى الناس كلها. الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبتي. الفرحه لسه مستمره التاسعه معاكم، وهيكون عندي استوديو تحليلي، هنفرح ونتكلم ونحلل ونشكر وكل لاعب وكل رجل من رجال مباراه مصر، المنتخب مصر العظيم أمام الكاميرون، هيكون له كلمة حلوة معانا. انتظرونا فاصل قصير، افرحوا شوية ونكمل فرحتنا ونرجع نواصل معاكم التاسعة الليلة. مبروك يا مصر. بص شوف المنتخب المصري، ادي امامنا رجاله مصر، ادي همه الرجاله اللي بتاعتي دايما. شوف حضراتكم، شوف الاسم، شوف الاسم يرهب اي لحد. ولا اي كلام، ولا اي كلام في اغاني، الف حبيبتي وكفى، ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي.
الفرحة حلوة والفرحة مستمرة، ولسه يعني عندنا دلوقتي في التاسعة استوديو تحليلي، بس عايزة أقول لكم الفرحة مالية شوارع مصر، الفرحة في كل مكان، لأنه الماتش ما كانش سهل، والمصريين ده الإصرار، إصرار الرجالة اللي كان موجود في الملعب، كان قدامه كمان إصرار الشعب نفسه أنه ورا منتخبه، وده اللي حصل. الفرحة الحلوة هنكملها علشان ندي كل حق حقه. معايا في استوديو تحليلي التاسعة معايا طبعا الناقد الرياضي أستاذ محمد عرائي، مساء الخير. أهلا بيك أستاذ شفقة. ومعايا أيضا الناقد الرياضي أستاذ أحمد فوزي العريان، مساء الخير. مساء الفل عليكم. احساسكم ايه بقى؟ يعني كلموني وانتوا جايين كده في الاستوديو، اوصفوا لي الشارع كان عامل ازاي؟ هوصف لك الشارع واكلمك في حاجه برضو حابب اكلمك فيها في الاول. اول حاجه الشارع، يعني انا جاي انا واحمد بصراحه حاجه مبهجه، افراح كبيره جدا، شارع مقفوله، فرحه كبيره جدا للمصريين. دايما احنا كده يعني بنفرح لفرحه اخواتنا طبعا المصريين، حاجه فعلا فرحه كنا مفتقدينها بقالنا كتير قوي ما عشناش الفرحه القويه دي. الكوره بقالها كتير في مصر مش افضل حاجه، ولكن الحمد لله الفترة دي منتخبنا بيأدي مستوى كبير جدا في بطولة كأس أفريقيا. ولكن بس أستاذ شفقة أنا عايز أبتدي بس معاكي في نقطة مهمة جدا. أول حاجة إن منتخبنا ليه كل التحية والتقدير مننا أيا كان نتيجة المباراة النهائية. صحيح. دي نقطة مهمة بس إحنا حابين نتكلم فيها قبل النهائي. هم أثبتوا رجولة. هم أثبتوا إن هم رجالة، أثبتوا إن هم قد المسؤولية، أثبتوا إن هم قدروا يعني يقفوا قدام معوقات كتير جدا جدا جدا، أيا كان بقى نتيجة المباراة النهائية. إحنا بنرفع لهم القبعة وهنروح لهم المطار نستقبلهم، لو مش طبعًا. لو ما كناش معاهم طبعًا. في الرحلات اللي مسافره ان شاء الله يوم الاحد ان احنا ندعمهم من الملعب، لو احنا ما كناش مسافرين هنروح نستقبلهم هم والجمهور اللي بيروح اللي بيتعب وبيتحمل مشقه السفر رايح جاي في يوم، مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، لا اكتر من ست خمس مرات اهو. فدي حاجه بصراحه يعني لازم نقولها من دلوقتي اهو، احنا اهو من دلوقتي جاهزين بمجرد صعودنا. وفي حاجه ثانيه برده مهمه عايز اوجه التحيه لاتحاد الكره المصري. اتحاد الكره المصري طبعا عمل ملحمه قويه في كواليس، يعني انا يعني الوقت يا رب يسمح ان احنا ممكن نحكيها، ولكن حصل ملحمه في اليومين اللي فاتوا بمجرد انتهاء مباراه كوديفوار، مباراه كوديفوار كمان. صحيح. حصل ملحمه ان احنا كنا بنواجه يعني ناس مسؤولين في اتحادات تانية، وكنا بنواجه الحكام، ورغم ان اتحاد الكوره قدم شكوى في التحكيم، شفنا الاداء يعني الفاشل من جسامه النهارده وازاي الحكم كان متربص بينا، بس النهارده شالوا شويه من الحاجات اللي كانت ماديه، يعني رفعوا شويه من تمام. لا انا عايز اقول لك ان اوناداي كمان في حكم مباراه المغرب يعني تعسف ضد منتخب مصر كبير جدا، اكملها جسامه النهارده، ورغم كده رجالتنا قدروا هم يتغلبوا على المعوقات دي. بخلاف بقى المعوقات مش هكلمك عن درجه الحراره وسوء ارضيه الملعب وسوء الفندق، وكمان بقى الحاجات القدريه لما نيجي نتكلم النهارده اصابات بالجمله، محمد الشناوي اصابه، محمد ابو جبل بنتكلم في. طيب خلينا ناخد كل النقاط. انا عايز اسال يعني احمد، توقعاتك كانت عامله ازاي؟ يعني الماتش ما كانش سهل، ونقول الكلام والتصريحات والاجواء اللي عشناها في الكام يوم كله كان صعب. توقعاتك كانت عامله ازاي مع بدايه الكاميرون؟ كانت نازله اول خمس دقائق يعني ايه نازله بتقولها على الملعب. الحقيقه ان قبل الماتش طبعا كانت التوقعات لازم تكون لصالح الكاميرون لعده اسباب. اولا البطوله على ارضها، وان هو من اول البطوله الكاميرون مشوارها في البطوله كان سهل جدا، ما واجهوش اي خصوم صعبين، ما واجهوش اصابات زي اللي واجهناها، ما واجهوش ان هم يلعبوا ماتشين في وقت اضافي فحمل بدني اكتر، والنهارده هو الماتش الثالث لمصر. فكل دي كانت عوامل تصب لمصلحه الكاميرون بجانب الشحن اللي هو صدروا مسؤولين الكاميرون للمنتخب الكاميروني، ان هو صموا الايتو ووصف اللي هو المباراه بالحرب، وان هو طبعا هو التصريح كان مجرد تحفيز للاعبين، مش شن حرب على مصر يعني عشان طبعًا. ما يتحطش في اكبر من حجمه، يعني هو مجرد تحفيز للاعبين، ولكن هي كلها امور تحفيزيه ليهم ان هم يلعبوا على ارضهم. كل ده كان يخلي طبعا كفه الكاميرون ترجح. وكمان انا بالنسبه لي كان حتى لو خسرنا النهارده لا قدر الله، انا برضو كنت هحترم جدا اداء المنتخب المصري، لانهم لم يبذلوا او لم يبخلوا بالجهد من ساعه من اول البطوله، من بعد مباراه نيجيريا وفي تحول في القتاليه والروح لدى اللاعبين، ومن اول مباراه كوت ديفوار لا، وتحول بقى كمان الاداء الفني مش بس القتاليه. اعتقد كل ده كانت عوامل تخليني ان انا احترم جدا المنتخب المصري مهما كانت النتيجه. والنهارده بتكمل الفرحه، اهم حاجه ان احنا بعد المباراة دي نحتفل ولكن لا نكتفي بده، لأن منتخب مصر وسبع ألقاب يخلونا أن احنا لا نكتفي أكيد بالنهائي، وأن هو أو أهم حاجة كمان الحصول على اللقب وتعويض خسارة نهائي 2017. أكيد أكيد. طيب تعالوا
عندكم استعداد نروح الكاميرون؟ طبعا. تعالوا نروح الكاميرون، معانا على التليفون يعني كابتن خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب في الكاميرون ونائب رئيس اتحاد الكرة. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ألف مبروك، أسعدتونا وشرفتونا. الله يبارك في حضرتك ومبروك لمصر كلها، حقيقة يعني إنجاز كبير ومصر تستحق هذا الإنجاز يعني. يعني كلمنا بسرعة جدا عن الأجواء، يعني الأجواء عاملة إزاي؟ هذا الاحتفال الصاخب، هذا النجاح الغير عادي، كلمنا عليه. والله إحنا دلوقتي واقفين عند الاستاد، مش عايز أقول لحضرتك المشجعين المصريين عاملين احتفال ولا أكنهم عند استاد القاهرة، وحاجة مشرفة وحاجة جميلة، وناس فعلا جاية يعني مش جاية تهزر، ناس جاية تشجع، قاموا النهاردة بالاستاد كله. طبعا دي حاجه كبيره وحاجه مشرفه اكيد يعني. انا عايز اعرف مدرجات الكاميرون كانت عامله ازاي، يعني بالذات في ضربات الجزاء الترجيحيه الوضع كان عامل ازاي؟ لا طبعا شدت اعصاب يعني، إيتو. لا شدت اعصاب بس يعني، اللقطات على ايتو كانت عامله ازاي؟ ايتو ده ربنا يكون في عونه يعني، هو خارج بعد الماتش يعني اقول لك ايه، مش قادر يقف يعني، بس يعني عايز اقول اهم حاجه ان اللعيبه لعبوا ثلاث ماتشات عنيف جدا يعني، والنهارده الرابع، ف 90 دقيقه في كل ماتش في ضربات جزاء، مفيش ابدا فرقه في البطوله ولا عدت عليها هذه الظروف. دي حقيقه. بجانب الضغط العصبي اللي بقى لنا يومين عايشين فيه يعني، احنا الحمد لله ان هم تعزلوا عن هذا الضغط، ما بقوش يفكروا ولا يركزوا الا في المباراه، ما بصوش ولا التفتوا لاي جهود جايه من بره، فده لحد ذاته قوه يعني كبيره جدا وانجاز، وعايز اقول لك احنا فخورين بيهم والله العظيم. طب الطرد يعني طمنا على الطرد بقى بتاع كيروش. لا ما ده خلاص بقى، هو الراجل كان مبسوط جدا وسعيد بالفوز، وكان عمال يرقص معاهم على في اوضه اللبس على الاغاني العربي، وكان في منتهى السعاده يعني. اللعيبه انا عايز اعرف اللعيبه الاحساس ايه اللي حصل، دخلوا ادينا شويه معلومات بقى مختلفه يا كابتن. اللعيبه الحقيقه نزلنا لهم في اوضه اللبس معانا سياده الوزير اشرف صبحي، وكانوا بيرقصوا بقى رقص غير عادي، طبعا بعد مكافآت اللي اديها لهم كمان سياده الوزير شويه، وبجد حاجه تفرح لان هم يستاهلوا. انت وانت بتكلمنا يا كابتن معانا فرحه اللعيبه، فرحه لعيبه منتخب مصر، وده في طبعا في الغرف الخاصه بتاعتهم، وواضح ان الفرحه كلها من القلب واحنا معاهم يعني، يعني شيء بديع بصراحه يعني. لا الحمد لله بجد. يعني طيب سؤال واحنا بس كده قبل ما برضو الاساتذه معايا في استوديو التحليلي هنا، سؤال اخبار كيروش ومحمد شريف ايه؟ هل صالحوا؟ لا لا ما فيش حاجه، لا لا اصل هي بتبقى ليها اولويات في ضربات الجزاء يعني، هو محمد ما كانش وحش، هو بس هو بيبقى ليهم وجهه نظر، هو محمد نزل واقف معاهم الموضوع تاني خالص يعني. لا 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 ما فيش حاجه خالص، محمد نزل واقف معاهم في ضربات الجزاء وبتاع، فيعني لا لا ما عندناش الكلام ده، الناس كلها تيم واحد وكل واحد بيعمل حاجه، الدنيا هتعدي، الفرح بيشيل كل حاجه. كابتن محمد عراقي ليه سؤال، اتفضل. خالد بيه مساء الخير، محمد عراقي معاك. الو يا خالد بيه، سامعني؟ محمد عراقي معاك. سامعك يا محمد، اهلا، ازيك يا محمد؟ الف مبروك يا خالد بيه، الف مبروك. الله يبارك فيك يا محمد، كتر خيرك. انا لسه كنت بتكلم دلوقتي مع استاذه شفقي طبعا على المعوقات الكبيره والجهد الكبير اللي عمله اتحاد الكوره والحاجات المعاكسه طبعا بالنسبه للتحكيم، وطبعا القصه طبعا المعوقات الكبيره من الاتحاد الافريقي والحرب اللي انتم خطوها بشراسه ضد كل الجهات دي عشان منتخبنا يتم تسديل كل المعوقات ليه ويظهر بالشكل المشرف ده. عايز يعني حضرتك تكلمنا اكتر عن الجزئيه دي، لان احنا عارفين، انا عارف حاجات كتير جدا في الكواليس انتم عملتوها فعلا وانجزتوها ضد جهات كتير جدا اليومين اللي فاتوا. استاذ محمد، احنا طبعا كان في ضغوط عصبيه، اتفضل دكتور. يعني ضغوط عصبيه من اتحاد التو، ومن يعني الناس بتقول لك الحاجه، احنا ما بصناش حاجه من دي خالص، وزي ما بقول لك عزلنا خالص الموضوع ده،
واللعيبه ركزوا في تمرينهم وفي المباراه. انما احنا لا حد صرح بحاجه في الموضوع ده ولا كان اثر علينا باي حاجه، لان في الاخر احنا عايزين نركز في المباراه. ودلوقتي برضو النهارده ان شاء الله هنروح هنبتدي في بكره صفحه جديده بقى لمباراه يوم الاحد ان شاء الله. هو ده الصح يعني. طيب يعني اتكلمنا بقى عن مكافآت اللعيبه، اللعيبه دي مش هتنام النهارده، المنظر اللي احنا شايفينه في غرفه الملابس دي، في مكافآت، الناس دي مش هتنام النهارده. في مكافآت من اتحاد الكوره اللائحه، وفي مكافآت استثنائيه برضه لاتحاد الكوره، وفي مكافأه اضافيه كبيره من وزاره الشباب يعني من الدوله. كلمه السيد الرئيس اللي كانت مباشره بعد انتهاء المباراة، كلمة السيد الرئيس اللي كانت على الفيسبوك، يعني ازاي استقبلتوها؟ ما هي دي أكبر مكافأة بقى يعني. طبعا المفروض احنا نتكلم على مكافآت وتكريم طبعا. هي دي مكافأة كبيرة، وما نبصش بقى لأي فلوس ولا أي مكافآت مادية، دي مكافأة معنوية اللي هي فعلا يتشرفوا بيها وفعلا أسعدتهم وأنا بلغتهم ويا رب إن شاء الله يعني يكون نفس التكريم ده يوم الاحد باذن الله ان شاء الله. لأن ده ان شاء الله دي عندنا احسن من اي حاجه ثانيه، واكيد هنستقبلكم. انا بس عايز اسالك المباراه القادمه بقى اخبار الحكم ايه؟ احنا بقينا الحكام يعني عندنا الحقيقه عندنا مشكله مع الحكام. لا يعني انا بتهيألي بقى المره دي اصل يعني النهارده عشان كاميرون ومش الكاميرون ومش عارف الناس بتتصور، انما ان شاء الله يوم الاحد دي هتكون انا عارف لسه طبعا ما ظهرش مين الحكم، بس برضه احنا مش عايزين نبص للكلام زي المره اللي فاتت زي المره النهارده، برضه احنا مش هنتاثر بالكلام ده خالص، ونركز في المباراه ونركز ان احنا عايزين نسعد كل 120 او ال 110 مليون مصري ان شاء الله. انتوا اسعدتوهم بالفعل، وعايزه اقول لك الشوارع المصريه في بهجه والبيوت والحاله، يعني احنا بنشكركم على هذه السعاده يعني. كابتن لله. خالد الدرندلي رئيس بعثه المنتخب الوطني للكاميرون ونائب رئيس اتحاد الكوره، بشكرك شكرا جزيلا، كل التحيات والسلامات وكل كلمات الشرف للعيبه، بشكرك شكرا جزيلا. طيب نرجع نتكلم على الحكم. ايه بقى الحكم؟ الحكم معروف اولا بكاري جسامه، للاسف ان هو الاول. هو ليه احنا عندنا مشكله في هذه البطوله مع التحكيم بشكل عام؟ يعني مش بس جسامه واللي قبليه بتاع المغرب واللي قبليه، يعني ايه مشكلتنا؟ ايه المشكله ليه؟ احنا مبدئيا ركزنا شويه مع الحكم واصدرنا بيان، البيان دوت ما استفدناش منه حاجه الصراحه، يعني عشان احنا ما شفناش النهارده ان الحكم عمل يعني ان هو اتاثر من البيان دوت فراح حكم لنا. هو انا مش شايف اي فايده من البيان دوت، ما غيرناش الحكم، عمر ما حد اعترض على حكم فتغير له الحكم. ولكن انا عايز اقول على حاجه، انا مش بحب ان انا اعقب على التحكيم، لان طول ما انا عندي المقدره ان انا اكسب انا فريق بطل، انا ما اقدرش ان انا اركز مع الحكم واقول الحكم ده عطلني. وهو ودي مثال حي، انت أيوة. قلتي ان هو حضرتك وانت قلت ان هو في ماتش المغرب الحكم كان بيحسب فاولات كتير صحيح. ضدنا، وبذلك بارادتنا قدرنا ننتصر. النهارده الحكم كان النهارده كان في كوره لصلاح، ده صلاح اتقلب على الارض بيعطلنا كتير، والحكم اداله ظهره وكمل المباراه. متربص كمان اول مباراه بارادتنا انتصرنا. ايا إن كان الحكم الماتش اللي جاي انت بارادتك تستطيع ان انت تفوز. انت كمان لو قللت اعتراضاتك لا انت ساعتها هتكسب اكتر، لان خلاص احنا المفروض ان احنا لدينا من الخبرات في الكره المصريه ان احنا نعرف ان الكلام ده عمره ما بياكل عيش مع الحكام. انت تلعب كوره تركز في الكوره هتكسب، طول ما انت بتركز مع الحكم صحيح. مش هتاكل عيش. فانت لا انا اتمنى ان احنا الماتش الجاي يكون تعاملنا افضل مع قصه الحكم دي، لان النهارده في بعض الاحيان كان ممكن ان احنا نخسر كتير بسبب ان احنا مداخلين الماتش واحنا مركزين ان الحكم ده هيظلمنا. أيوة. انا بقولش الحكم ده مش كويس. طيب انا برضو يعني عايزه اروح ل يعني محمد عراقي اساله السؤال، يعني الحكم جسامه والموقف اللي حصل مع كيروش، وده موقف ما بنشوفوش كتير يعني في مباريات كبيره زي دي، ما بيحصلش هذا التراشق ما بين مدرب وحكم جوه المباراه، بس يبدو انه كان في احتكاك كبير، وكمان انا شايفه انه اللعيبه كانت بتحاول تزق كيروش. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ حكم، طبعا ما اتفرجتش على الماتش، كنت على الهوا. بس كنت بتابع بكل طبعًا المواقع والزمايلي. في بقى في صور وفيديوهات هنا. في صور وفيديوهات، لا انا بقول لك ان في صور وفيديوهات لو كنت شفتيها هتندهشي. يعني اول مثلا لقطه في المباراه خالص او اول احتكاك حصل بين الحكم جسامه وبين كيروش، ايه ان كيروش في احد الفاولات نزل على ركبته
وعمل كده يعني بس تخيلي ان جسامه قطع الثلاثة كيلو عليه وراح له قال له انت ازاي تعمل كده ده اخر انذار ليك واتخانق معاه. جه كابتن وائل جمعه من بعيد عايز يهدي الدنيا وبتاع طرده بشكل مهين جدا. هل ده الحكم بيبقى مركز؟ لا انا اقول لك ليه هقول لك ليه مركز على الخط اللي بره المباراه. لا هو جاي متربص بمنتخبنا ليه؟ لان احنا قدمنا شكوى فيه بالظبط يعني زي ما قال احمد كده احنا قدمنا شكوى فيه قبل المباراه في ان احنا متخوفين في جسامه في الاتحاد الافريقي قبل المباراه يعني قبل المباراه بيومين قلنا ان الحكم ده احنا متخوفين منه. الحكم ده ليه قبل كده اخطاء كبيره سواء على فكره مع انديه مصريه مع النادي الاهلي يعني اضاء قبل كده بطوله الاهلي والوداد طبعا في نهائي افريقيا يعني ليه مواقف صارخه مع انديه مصريه او مع منتخبات. مع ان كان في بعض الاصوات قالت الراجل ده كان صعدنا كاس عالم هو دي النقطه الثانيه هو غير ان احنا كمان البيان بتاعنا ان هو حكم معروف ان هو ضعيف هو صحيح. هيبقى في مصلحه صاحب الارض يعني هو مش متفق مع كاميرون ان هو هيبقى مع هو كاميرون. هو ضعيف هو الحكم الضعيف شخصياً. هيبقى في مصلحه صاحب شخصياً. الارض شخصيا يعني هو بطوله في ارضنا أيوة يبقى مصلحته هو معانا يعني هو ضعيف شخصيا مش ضعيف فنيا هو حكم فهو نازل هو على فكره حكم فنيا متحفز صحيح هو حكم فنيا من اعلى الحكام على فكره في افريقيا ولكن هو حكم معروف عنه ان هو بيخشى الجماهير بيخشى الاعتراضات هو طول الوقت كده. فاول دي لقطه خالص مع كيروش الراجل ما عملش اي حاجه خالص نزل على ركبته وعمل كده يعني حتى ما بصلوش ما وجهلوش اي كلمه جه قاطع عليه وانظره. جه بعد كده كابتن وائل جمعه جاي بيهدي راح طرده بشكل مهين جدا وقال له ابعد خالص ما تتكلمش. تخيلي بقى كمان لقطه كمان في نص المباراه مع نجمنا والنجم منتخبنا محمد صلاح. محمد صلاح بخلاف طبعا انه نجم كبير وبخلاف ان هو لعيب معروف في العالم كله هو كابتن منتخب مصر صحيح في عرف الكوره الكابتن من حقه ان هو يروح يتكلم مع الحكم صحيح. فلك انا تخيلي ان بعد انتهاء ده الشوط حصل كتير قوي في مباراه المغرب صحيح طبعا بعد انتهاء هدى كتير في مباراه المغرب بعد انتهاء الشوط الثاني تقريبا يا احمد تقريبا الشوط الثاني الشوط الثاني راح له قبل ما يروح له يعني انا لسه رايح له وهبتدي اتكلم معاه يعني لسه ما اتكلمتش بطريقه حلوه او وحشه على طول امشي بيكلم صلاح بشكل مهين جدا مع ان كل الحكام وكل الناس بتحترم صلاح يعني أيوة حتى الكاميرون نفسهم كاميرون اللعيبه الكاميرونيين الكبار جدا احترام كبير لصلاح اي حد بيدخل عليه يقوم يعتذر له هو صلاح حتى لما بيدخل على حد بيقوم يقومه ففي احترام متبادل كبير لقيمة صلاح بخلاف طبعا قيمة لعيبة منتخبنا التاني وكان باين الاندهاش والبادي لانجوج زي ما بنقول على صلاح اللي هو ايه اللي بيحصل يعني لا ده حاجة صعبة انا يعني عايز اقولك ان احنا حتى الجمهور يعني حتى رياكشنات الجمهور في المباراة مش مصدقين انت فاولات من العدم طول الوقت بيبعدك هو ما عملش اخطاء في حكام كده معروفين يا استاذ شفكي ان دايما طول الوقت هم ما بيعملوش اخطاء كبيرة ما تبانش بس بيحجمك في الملعب يعني طول الوقت لما يخوفك كده يخليكي خايفة يجي يديكي انذار في وقت صعب فبالتالي تخافي من الطرد الجمله بتاعت الحكم حزم المباراه أيوة. حزم هي المباراة. بتبقى بتيجي هو حزم مباراه مصر النهارده بس مصر فازت حضرتك شفتي ماتش المغرب الفاولات الكتير اللي حسبت علينا في اخر 10 دقائق صحيح. على حدود منطقه جزائنا خلتنا دايما في موقف الدفاع وكميه الانذارات هي دي كلمه التشخيص لكلمه اللي هو ايه بيحجم المباراه انا دايما بيخليني في وضع الدفاع مش الهجوم فمعرض ان انا استقبل اهداف بدل ما اسجل هي دي كلمه تحجيم المباراه وكان هنا الحكم ممكن يكون هو كمان اداه ضغط طبعًا. عليك يعني طبعًا. في النتيجه نفسها طبعا يعني. طبعا ممكن بس طب وضعنا ايه في مباراه الحد بقى مع الحكام مباراه الحد يعني مباراه هتبقى صعبه جدا طبعا اكيد لان قدام منتخب المصنف رقم 1 في افريقيا السنغال هي المصنف المنتخب رقم 1 في افريقيا فبالتالي وأداءه كمان في مباراه السيمي فاينال قدام بوركينا فاسو كان اداء هايل بوركينا فاسو على فكره كان الحصان الاسود البطوله يعني منتخب مش ضعيف كيروش كده مش هيبقى قاعد على الدكه لا كيروش بنسبه كبيره طبعا مش هيبقى قاعد على الدكه هو كده كده اتطرد خد انذار في انذار فهو اتطرد فبالتالي بنسبه كبيره مش هيكون بس انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه وبرده عايزين نديهم حقهم اللي بنتكلم فيه ان في تحجيم حكام وبنتكلم فيه مساوئ كتير واحنا حتى عندنا اخطاء فنيه ولكن كل التحيه لجمهورنا اللي بيسافر من هنا وبيقطع الاف الكيلومترات عشان صحيح. يروح يدعم منتخبنا وكل التحيه للدوله المصريه ومثلا طبعا في الساده الرئيس عبد الحسيس قلنا بقى شباب صور للجمهور اللي كان موجود النهارده على الهواء نشوف برده كل التحيه للدوله المصريه ممثله طبعا في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته ان طياره زي دي تطلع وطيارتين وثلاثه في الظروف الصعبه دي الجمهور ده كان ليه دور كبير جدا انا رحت على فكره الكاميرون ثلاث اربع مرات صح. سافرت وشفت الجمهور ده اوقات كتير سافروا ست ساعات وما بيناموش طبعاً. يعني الرحله اللي فاتت الناس قضت 25 ساعه بتنزل الملعب بتركب الطياره بتنزل الملعب بتركب الطياره ثاني تخيل انت بتنزل من بيتك الساعه 3 الصبح بترجعي الساعه 3 الصبح ثاني يوم ايوه موضوع صعب جدا ومرهق جدا ورغم كده عايز اقول لك بقى كمان طول المباراه تشجيع كبير جدا مباراه كوت ديفوار مثلا على سبيل المثال اوقات كتير جدا منتخب كوت ديفوار كان هو الليد في المباراه ولكن تشجيع الجمهور ده للاعيبه واللعيبه طبعا رجاله وعايز اقول لك ان بعد كل مباراه اللعيبه بتيجي تحيي الجمهور لان هم عارفين ان هم كانوا رقم واحد
في اللي حصل. فالجمهور فرق يعني طبعًا. انت بتقولي كده بانه وجود الجمهور المصري أنا في طبعًا. البطوله لو كان الجمهور مش موجود لو كانت الدوله المصريه ما خدتش القرار ده انا بقول لك يعني فعلا والله لو الجمهور ما كانش موجود من الدور ده انا بقول لك كان هيبقى موقفنا صعب جدا وكان ممكن نودع البطوله من بدري جدا مش دلوقتي. بس انا بتفق معك. بس خلينا نتفق كمان ان الدوله المصريه يعني النهارده عدد الطائرات ازيد بكتير من ثلاثه بدل واحده لسبب واحد، هي الرجوله اللي في الملعب. بالظبط، لانه الدوله المصريه كمان ما بتهزرش طبعا. لما مش هتدعم الا القوي او اللي مش هتدعم غير القوي واللي بيلعب أكيد. واللي بيبذل مجهود. وانا اعتقد بانه كمان المنتخب واتحاد الكوره كان منتظر يسمع كلمه من السيد الرئيس اكيد. يعني السيد الرئيس الحقيقه النهارده اشاد بالكلمه لما لقى انه مباراه اثنين الثالثه لا يستحق. شفنا البوست يا استاذ شافي، شفنا البوست السيد الرئيس قبل ما احنا نكتب خبر فوز مصر يعني انا شفت البوست قبل خبر فوز مصر لما يطلع المواقع. فلا بصراحه ده يدل ان يعني في متابعه وفي اهتمام. كره القدم حاجه مهمه جدا وبتفرح كتير جدا من المصريين. طب انت كصحفي عند كلمه السيد الرئيس في جمله ان المصري، يعني الجمله دي بالذات هي يعني جمله هنا بيثبت فيها السيد الرئيس هي قوه الدوله المصريه في شعبها. دي ما فيهاش كلام. لو صدق وامن بمجهوده قبل البطوله، لو اتكلمنا على الورق، واحمد هو برده راجل يعني فاهم برده جدا في الكوره، احنا النهارده لو اتكلمنا مين فرصه منتخب مصر ايه، هيقول لك لو صعدنا لدور الدور ال 16 دور الثمانيه ده يبقى انجاز كبير. زي ما حضرتك بتقولي فعلا المصري لو امن بنفسه وفعلا حس ان هو يقدر هيقدر. احنا كوت ديفوار كانوا اقوى مننا كسبناهم، المغرب كانوا المفروض ان هم اوفر حظا كسبناهم، الكاميرون غير ان هم اقوى مننا فنيا، صاحب الارض، صاحب الجمهور، تصريحات ايتو اللي هي المفروض تخوف وترهب اللعيبه، عدد الجمهور 65,000 متفرج قدام 600 مشجع، كل دي حاجات تثبت ان لازم الكاميرون يفوز زي ما احمد قال، لازم صحيح. الكاميرون يفوز، ورغم كده منتخبنا فاز وفاز بقى ده. الكاميرون هو اللي كان تحت ضغط. تحت ضغط ومش المباراه دي بس، مباراه المغرب احنا كنا كويسين جدا، مباراه كوت ديفوار كنا كويسين جدا، يعني انا شايف ان من بعد مباراه نيجيريا منتخبنا اداؤه تصاعدي بشكل كبير، اللعيبه قدرت فعلا تحس بقيمه التيشيرت، والله هو الموضوع كله رجوله واحساس ووطنيه، مش اكتر من كده، احنا النهارده اللعيبه على فكره دايما يقول لك مباريات فريق كبير او فريق صغير ال 90 دقيقه الموضوع بيختلف. صحيح. فهم امنوا بنفسهم في 90 دقيقه وحسوا ان هم فعلا يعني لابسين تيشيرت اقوى منتخب افريقيا. اكيد. عايز اسالك يعني احمد، تصريحات ايتو هي اللي وصلت الكاميرون للحاله دي؟ يعني انا شفت انه اداء الضربات الترجيحيه كان خلاص بقى الثقه، يعني كان في فقد للثقه. دي ملاحظة محترمة جدا عشان فعلا احيانا التحفيز الزائد كابتن كورة انا هنا لا مش طبعا مش قاعدة كده ايوه مش هزار تحليل احنا قلنا هننافس الاستوديو التحليلي التصريحات اللي هي التحفيزية الزائدة عن الحد احيانا بتنقلب الى الضد لان انت كمان بتضع اللي هي الضغوطات اكتر من المطلوب على اللاعبين. على فكرة ده حصل معانا مثلا في 2019 لما خرجنا على ارضنا من دور ال 16 قدام جنوب افريقيا بسبب المشاكل اللي احنا دخلناها اثناء البطولة. فهم هنوت ان هو صاموا الايت ان هو يحسسهم ان هو لا البطوله دي بمثابه الحرب وان انت ما ينفعش تخسرها عشان هم قبل كده نظموا البطوله في السبعينات وبرده ما فازوش بيها. فكل دي وضعت ضغوط على اللاعبين ان انت بعد كده في المقابل كارلوس كيرش ما يستجبش للضغوطات دي وتبقى تصريحاته اللي هو الكوره ما فيهاش حرب أكيد. فيصدر له هو الضغوط ده كان برده تصرف حكيم من مدرب هو اساسا يعني مدرب كبير طبعا مدرب كبير وله خبرات وللاسف تعرض في مصر ان هو الانتقادات ما كانش صحيح. هو يتعرض ليها كلنا الحقيقه لانه خد بالك برضو الكره معشوقه الجماهير فالناس كان عندها قلق وما عندهمش يعني ما كانش عندها صبر وده طبيعي يعني بس الناس قدروه لما الدنيا تغير لا طبيعي استاذ شفيق لان احنا برضو يعني دايما طول الوقت احنا كمصريين ما بنحبش ندخل بطوله الا بنكسبها كاس العرب يعني احنا كنا داخلين ان هي بطوله وديه ولكن بعد ما عملنا فيها اكتر من صار واظهرنا بشكل كويس كنا عايزين ناخد البطوله فبالتالي وبرده كيروش كان ليه فلسفه مختلفه جايب فلسفه بيستبعد محمد شريف بيستبعد قفشه بيستبعد طارق حامد بيستبعد لعيبه احنا كان بالنسبه لنا اللعيبه دي لعيبه اساسيه لعيبه يعني فكره ان هم يكونوا على الدكه اساسا مش يعني مش وردة مفهومة. أساساً مفهومة مش ورده فلكن انت تتخيل ان هو بيستبعدهم اساسا من القائمه فبالتالي المصريين لا تتذيب سبب قفشه وطبعا احنا للاسف الفتره اللي فاتت كانت الانديه تغلب اكتر على المنتخبات كان التفكير في الانديه بيغلب على المنتخبات فكان اللعيبه بيفكروا فيهم يعني الجمهور بيزعل لما بيستبعد لعيب من فريقه
أكيد. طيب أنا قبل ما أروح لصورة بس عايزة أشكر زميلتي العزيزة دينا عبد الكريم اللي بتشكر فريق التاسعة النهاردة، ودينا بتبلغ يعني كل تهانيها للمنتخب المصري، وأكيد يا دينا لو كنت موجودة مكاني كنت هتعملي أحلى وأحلى، ودايما كلنا فريق واحد أيا كنا، خميس جمعة سبت حد، الجميع أكيد هيعمل كل حاجة فرحة مصر كبيرة. أنا عايزة أعرض لكم صورة لأبو جبل وناخد كده تعليقات عليها. انا شكلي هشتغل في الرياضه على فكره بعد كده. لا انبسطت الصوره دي. ها احمد تعليقك ايه؟ دي صوره اولا ازازه الميه دي موجود عليها ورق مرسوم مكتوب عليها اسماء المسددين وزاوياتهم المفضله اللي بيشوطوا فيها في ضربات الجزاء. فهنا لازم ده في ناس بقى تبقى رجال الظل دايما اللي هو ما حدش بيشكرهم، مثلا محلل الاداء اللي موجود في منتخب مصر اللي هو محمود سليم، روجر ديسا المساعد بتاع كارلوس كيروش، عصام الحضري مدرب حراس المرمى، محمد الشناوي زميله طبعا. ومحمود جاد ومحمد صبحي وقبل كل دول محمد ابو جبل، كل دول المنظومه اللي كانوا بيذاكروا المسددين في الكاميرون، لان مش سايبين الموضوع للصدفه ان احنا احتمال نروح لضربات الجزاء، فان هو كل ده كان كل شيء متحضر له. فالنهارده نجاح محمد ابو جبل في تصدي لركلتين مذاكره عنيفه دي طبعا. هو ده وجه برده احمد تعالى ابو جبل استاذ شفقي، برده ابو جبل بالتحديد، ابو جبل كان في الزمالك مش الحارس الاساسي. يعني هو كان طول الوقت الحارس الاساسي، ولكن جه في الفتره الاخيره كان محمد عواد هو الحارس الاساسي، ورغم كده كان المنتخب اختار. هل وجود ابو جبل والنجوميه دي حظ ولا ده اخيرا ده اللي لسه كنت اقول لحضرتك عليه، ان هو رغم ان هو كان مش الحارس الاساسي، ورغم تم اختياره للمنتخب، ده كان معناه هزه نفسيه كبيره، ورغم كده راح المنتخب، وكان محمد الشناوي معروف ان هو الحارس الاساسي، طبعا محمد الشناوي حارس افريقيا الاول اساسا، ولكن بمجرد اصابه محمد الشناوي وظهور ودخول ابو جبل في المباراه نفسها، يعني حتى ما استناش اكتر مباراه عشان يعني يوصل لمستوى او حاجه، في المباراه نفسها كان حاسم جدا في تصديات حاسمه جدا في مباراه كوت ديفوار، تصدي طبعا ضربه الجزاء في مباراه كوت ديفوار، فبالتالي صعدنا للدور الثاني. فبالتالي لا يعني بصراحه، وطبعا مباراه المغرب كان ليه تصديات اكثر من رائعه، انا شايف تصدي البطوله لو تفتكر في الشوط الثاني البطوله هو كفايه، حتى يعني اولا دموعه وهو قاعد صحيح. بعد ما طلع، وبعدين كان عمال يوجه اللعيبه وهو قاعد بره برده، هو كان عنده قلق. حارس كبير ابو جبل، واثبت ان هو حارس كبير، واثبت ان دايما طول الوقت انت يعني بيوجه رساله للعيبه اللي بيبقوا على الدكه، ان انت تبقى طول الوقت مستني الفرصه، ما تقعدش بقى طول الوقت تهاجم المدرب، طول الوقت تفضل قاعد قلب وشك كده، لا انت مركز طول الوقت عشان لما تجيلك الفرصه تقدر تثبت ان انت حارس كبير او لعيب كبير. هاخد بس هنا من كلامه واقول ان هو ده مش محمد ابو جبل بس، بقى البطوله دي تحديدا احنا شاركنا في 25 لاعب من منتخب مصر شاركوا في البطوله لحد دلوقتي، طبعا ده اكبر عدد في تاريخ منتخب مصر شارك في بطوله صحيح. فهو ده اللي ده تطبيق حرفي لكلامك، ان هو مفيش حد دكه، احنا كلنا جايين نلعب، مفيش حد النهارده امام عاشور ومهند لاشين اول مره يلعب، ظهروا بشكل كبير كده، مفضلش غير محمود جاد وابراهيم عادل مش موجود اساسا معاهم، ومين في حد ثالث مش فاكر اسمه دلوقتي، هو مروان داوود، هم دول اللي ما لعبوش لغايه دلوقتي. فده تطبيق حرفي اللي هو فعلا مفيش حد، لا جاي ضيف شرف، كله كان بيشارك وكله كان جاهز. يعني لما نزل صبحي كحارس مرمى والناس كانت قلقانه، لا كان ثابت يعني، لا ودي حاجه تحسب لكيروش برضه يا احمد استاذ شفقي، تحسب لكيروش بشكل كبير. ليه؟ احنا طول الوقت قبل ما يجي كيروش كنا معتمدين يقول لك ظهير الايسر عندنا مشكله، ظهير الايمن انا بس عايز اخد معاكم، هو قدر ان هو انا بس اوصل الجزئيه دي، ان هو قدر ان هو في كل مكان نحس ان احنا عندنا اكتر من لعيب قادر ان هو يلعب. صحيح. احنا بعد فاصل لازم نتكلم على حاجه، فكره لعيب انا كمتفرج انا كمشاهد أشاهده لأول مرة، والأول مرة أحس إنه في لعيب اسمه محمد عبد المنعم، في لعيب اسمه صحيح. عمر كمال، في يعني في لعيبة كتير مش لأول مرة أقصد، إمام عاشور يعني مهند لاشين اللي بينزل أول مرة، فإحنا عندنا مجموعة من اللعيبة بإمضاء كيروش عايزين نتكلم عليها، هيكتب عنهم التاريخ. لا بقيت جامدة في الرياضة. فاصل قصير، لسه فرحة مصر كبيرة جدا، مبروك يا مصر. We'll be right back.
الفراعنه. خش شوف المنتخب المصري، ادي امامنا رجاله مصر، ادي همه الرجاله اللي بتاتي دائما. شوف حضراتكم، شوف الاسم، شوف الاسم يرهب اي الحارس. ولا اي كلام، ولا اي كلام في اغاني، الف حبيبتي وكفى. ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفه وكل الدنيا في كفه. عملوها والله وعملوها الرجاله، رجاله رجاله رجاله. صوتنا كان واحد، الفرحة حلوة مالية القلوب، مالية البيوت ومالية الشوارع. يعني الفرحة بجد حلوة. كنا بنتكلم قبل الفاصل على أسماء لأول مرة، فتعليقك أحمد. طبعا أمر يحسب لكارلوس كيروش، بدأوا من أول كأس العرب ومن قبل كأس العرب. طب هستأذنك عشان يشترك معنا بقى إيه صاحب البرنامج الرياضي الجميل اللي بينور شاشة الأولى، كابتن كريم رمزي. يا كريم مساء الفل. يا استاذ شفي مساء الفل. رقم 10 الف مليون مبروك. النهارده كل اللعيبه في الملعب كانوا رقم 10. بحييكي وبحيي احمد ومحمد، واتشرف ان انا معاكم النهارده. الف مبروك للكل. النهارده اليوم كان حلو قوي، اليوم كان عظيم. زعلان قوي ان انا النهارده مش موجود للاسف، اعراض الكورونا اللعينه يعني، بس يعني عشان نحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا يعني. اكيد طبعا. النهارده الدنيا كانت حلوه قوي، انا فرحان. انا طلبت المداخله دي بصراحه عشان كان نفسي النهارده، بس انا ذاكرت يا كريم وقعدت مكانك والله عشان انت الاستاذه. الله يخليك يا كريم. طب قول يا كريم بقى، انت لو موجود النهارده في الاستوديو بطريقتك وباسلوبك، مين رقم 10 اللي كانوا يعني اللي يستحقوا رقم 10 النهارده في المباراه؟ ما انا هقول لك بصراحه، اللي كانوا موجودين في الملعب النهارده كلهم كانوا رقم 10. كيروش كان رقم 10، الجهاز الفني كله كان رقم 10، الجماهير اللي كانت موجوده اللي بتسافر كل ماتش، بتسافر رايحه جايه خمس ساعات، دول رقم 10. كل الناس كانت عظيمه. سبحان الله، البلد دي فيها حاجه غير طبيعيه، فيها دايما تحس كده ايه، هنيجي عند المستحيل ونحب ندوس عليه، نحب المستحيل، يكيفنا المستحيل، نشوف المستحيل ونشتغل عليه. احنا لعبنا 120 دقيقه في ثلاث مباريات، مفيش فريق، مفيش منتخب ولا فريق في العالم يقدر يتحمل ده. حقيقي. مفيش حقيقي. اصلا طبيعه بشريه بدنيه تقدر تتحمل ده ونعمل ده. والاخر اخر دقيقه في ال 120 دقيقه احنا رايحين نجيب جول، الكره بتاعت رمضان صبحي، ايه الخيال ده؟ ايه مين محمد عبد المنعم؟ يعني ايه لاعب عنده 23 سنه صحيح يبقى بالقدرات والثقه دي؟ صحيح. ايه محمد ابو جبل ده؟ محمد ابو جبل ده من سنه كان حارس ثالث في نادي الزمالك بعد جنش وعواد، النهارده هو حارس ثالث منتخب مصر، بيبقى بديل لافضل حارس في الدور الاول في كاس الامم الافريقيه محمد الشناوي، ويبقى زيه ويعمل صحيح اداء خيالي. مش ممكن، كل اللعيبه النهارده مش طبيعيه. محمد صلاح ده ياما تهاجم والنهارده راجل وشايل الفرقه. كيروش، خلص كيروش ده اكتر واحد تحمل نقد وهجوم مش طبيعي. اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب النهارده واللي كانوا موجودين على الدكه تم انتقادهم وتم التقليل منهم لصالح لاعبين موجودين خارج القائمه، وكانوا كلهم رجاله. ما فيش لاعب النهارده الا وراجل. الناس هاجمت كروش على البطوله العربيه واللي شاف فيها النهارده، بس دلوقتي كله خلاص الحمد لله الناس شافت الاداء الرجولي. انا عندي لقطه كده، عارفه ان انت بتحب اللقطات دي، لقطه جد. محمد شريف هو طالع شريف من الملعب، انت يعني قول هتعلق عليها ايه؟ هقول لك انا محمد شريف زعلت عليه، انا حطيت نفسي مكانه، هو عايز زينا كلنا، احنا عايزين ننزل الملعب وناكل النجيله ونقدر اخر ثانيه.
فانا محمد شريف مقدر زعله جدا وانا زعلان عليه، وانا لو مكانه كنت هزعل جدا. بس هو الامور المنطقيه الطبيعيه، هو الراجل جه في اخر دقيقتين وفكر تفكير عملي مش تفكير عاطفي. احنا دايما بنفكر بعاطفتنا، هو فكر تفكير عملي. محمد شريف مش هيشوط ضربه ترجيح، نادي الواحد بيشوط ضربه ترجيح، مش هيقدر يطلع واحد من الدفاع من اللي مش هيشوط ضربات الترجيح ويحط زيزو، لا هيسيب الدفاع لاخر ثانيه. هو كان لازم ياخد من الخط الهجومي الوحيد اللي في رايه ممكن ما يشوطش ضربه ترجيح، هو محمد شريف، ونزل مكانه زيزو. ده العملي، لكن العاطفي انا زعلان على محمد شريف، هحط نفسي مكانه هتاثر جدا وهتضايق جدا، وبقول لمحمد شريف انت زيك زي اللعيبه اللي كانت موجوده في ارض الملعب النهارده كنت جندي، ولو كان سامويل ايتو قال على المباراه دي حرب، فانا دايما بقول ان احنا خير اجناد الارض، واحنا حقيقي. اللي عملنا النهارده مباراه كبيره واحنا اللي كسبناها، احنا الحرب بالنسبه لنا كوره ورياضه، وكنا النهارده ما شاء الله كلنا ابطال، كل اللي كانوا في الملعب النهارده ابطال، وكل اللي كانوا في المدرجات ابطال، واللي كانوا في الجهاز الفني ابطال. حكم سيء بكل المقاييس، كان متحفزين بكل المقاييس، والحمد لله ربنا كرمنا. اللي حصل النهارده والله اشبه بالمستحيل، ثالث مباراه على التوالي 120 دقيقه، ده خيال، ده خيال ان احنا نقدر نستحمل خيال كل بس ده. والله يعني هي مصر اللي بيرفع سلاحه ويقول على مصر حرب بتنقلب عليه، فاعتقد ده كان يعني ابلغ رد على ايتو وعلى اي حد كان ما بيشوفهاش كوره، لان هي في النهايه كوره. كريم ان شاء الله ترجع سريعا جدا وتنور وتقدم كل اللي فرحان. نفسك فيه. انا فرحان، بهني حضرتك وبهني. عندك اي اسئله لمحمد العراقي او لفوزي؟ محمد العراقي واحمد فوزي دول اثنين نجوم قاعدين مع حضرتك، فكده طبعًا. كده يا كريم الف سلام عليك يا حبيبي. عراقي الف سلام عليك. الف سلام عليك يا كريم، اشوفك قريب ان شاء الله. يا رب يخليك، ومليون مبروك. والنهارده انت معاكي فعلا اثنين نجوم ما شاء الله عليهم شاطرين، هتلاقيهم معاهم كل الكواليس الممكنه اللي في الحياه يعني. فعراقي هتلاقي عنده كواليس عظيمه، وفوزي هيقول لك امور فنيه كمان عظيمه. ما عندكش حاجه عايز سؤال كده كواليسي، حاجات كده عايز تعرفها؟ انا عايز بس اعرف من عراقي النهارده كان في انفعالات، انا حسيت انه الجهاز الفني متنرفز جدا، وكنت عايز اسال عراقي وفوزي على الحته بتاعه انه محمد ابو جبل النهارده كان في دور لعصام الحضري ومحمد الشناوي ومصطفى محمد، كل اللي اتقربوا منه قبل ما يروح يشوط وضربات الترجيح، اعتقد كان ليهم دور مهم جدا في توجيه محمد ابو جبل بامكانياته الفنيه والفرديه، طبعا ما فيش خلاف، بس كان الفرقه كلها ساعدت محمد ابو جبل النهارده وهو بيتصاب. تمام، انا كريم يعني هرد عليك في قصه سبب يعني طبعا عصبيه الجهاز الفني اللي فعلا كانت ظاهره جدا، يعني سبب العصبيه ديت ان هم كان جاي لهم تعليمات، يعني مش معلومات ان فعلا جسامه زي ما بيقولوا كده جاي يخلص المباراه لصالح الكاميرون يعني، فهم من الاول خالص كانوا حاسين بده، حاسين بتربص من جسامه، فبالتالي ده كان ظاهر في انفعالاتهم. احنا يعني انا شايف ان من وجهه نظري ان هم كانت حتى انفعالاتهم زياده شويه، يعني هي حتى زادت شويه، ولكن ده بسبب ان هم حاسين ان جسامه من الحكام اللي طبعا زي ما احمد قال حتى في بدايه الحلقه ان هو من الحكام اللي بيرهبوا بيحصل له ارهاب من الجمهور، يعني بيخاف دايما من الجمهور، وكانوا حاسين ان هو متربص بيهم من اول لقطه، وده ظهر حتى في لقطه كيروش لو خدت بالك يا كريم، لما حتى يعني هو ما عملش اي حاجه خالص لجسامه ونزل على ركبته، لا جاي له بيحذره، وشفت اتكلم وائل جمعه ازاي، وشفت بعدها اتكلم محمد صلاح ازاي، فبالتالي الجهاز الفني كان قلقان من جسامه، قلقان ان تحصل امور خارج كره القدم او امور خارج الملعب ممكن تاثر على نتيجه المباراه. القصه بقى بتاعت محمد ابو جبل لاحمد فوزي العريان، انا لاحظها زي ما انا لاحظتها، انا حسيت انه في ناس كتير اشتغلوا مع ابو جبل قبل ما يروح يتصدى ضربات الترجيح. انا لو مكان دلوقتي حد وكنت رايح اكلم محمد ابو جبل قبل ضربات الجزاء هقول له كلمه واحده، هقول له بص يا ابو جبل انت المفروض دلوقتي تبقى اهدى واحد فينا، انت واحد داخل البطوله وانت حارس تاني مش منتظرين احنا نشوفك، نزلت شاركت وتالقت وعملت اسم وخليت الجمهور كله بينطق باسمك، وصلنا دلوقتي لضربات الجزاء، كسبنا او خسرنا محدش هيلقي باللوم عليك، فمفترض ان انت تكون الاهدى اعصابا فينا، اعتقد ده اللي اتقال له، بجانب طبعا تحضيرات الاسماء والزوايا اللي كانت بيشوط فيها لاعبي الكاميرون واللي شفناها موجوده على الازازه بتاعت المايه بتاعت محمد ابو جبل، فبالتاكيد دوت اللي كانوا بيقولوه له قبل ضربات الجزاء مباشره، والحمد لله ان هي اتت ثمارها. انا عايز اعرف الكواليس، انا عارف انت عايز تعرف كواليس ازاي تم تحديد ضربات الجزاء ده، صح؟ صحيح. انا عايز اقول لك ان يعني الحضري وابو والشناوي بالتحديد، يمكن ابو جبل كان مركز، لو انت تاخد بالك طبعا ابو جبل كان مصاب،
كان مركز اكتر في تاهيله هو وصبحي. طبعا كان في يعني منافسه كبيره، ولكن ابو جبل كان عنده اصابه، وكانت اصابه على فكره قويه، وخد كورتيزون وخد حاجات عشان يتم تجهيزه، ولكن اللي اتفرغ تماما للجزئيه دي بالتحديد محمد شناوي، لان محمد شناوي انت عارف ان هو مصاب وخارج البطوله تقريبا خلاص. فبالتالي محمد شناوي كان هو المسؤول او اللي تم تكليفه من الجهاز الفني ومن عصام الحضري كمان، لان عصام الحضري كان برده مشغول بقصه تجهيز ابو جبل او صبحي. كان محمد شناوي هو اللي مسؤول عن قصه مشاهده الفيديوهات لمنتخب الكاميرون سواء في انديتهم في اوروبا او مع منتخب الكاميرون في المباراه اللي فاتت. ومحمد شناوي هو اللي ادى كل حاجه لابو جبل وعصام الحضري بعد ما شاف عدد كبير جدا من الفيديوهات يعني. صح. طب عراقي انا بعدين شفتي، انا عايز اسال سؤال في منتهى يعني شفت كده انت عرفت كل حاجه من كواليس الكواليس يعني كل حاجه بعد اذنك. لا ده احنا عايزين بقى حاجه كمان مهمه جدا زي شفتي وهتهم كمان الساده المشاهدين جدا. عراقي هل امام عاشور هو الباك رايت بتاع مصر في مباراه السنغال؟ انت فاهم ان الزاويه الايمن في مباراه السنغال ده هيلعب على ساديو ماني، هل هو هيكون امام عاشور ولا ممكن يكون في تفكير اخر لكارلوس كيروش؟ امام عاشور يا كريم، لو مش عارف انت متابعه من زمان ولا لا، امام عاشور كان الظهير الايمن لغزل المحله. صح، برافو عليك. انت متابع ولا لا؟ فهو كان امام قبل يعني، وعلى فكره هو لعيبه قويه مع الزمالك كمان. ولعيبه مع الزمالك فعلا، بس في الاول بعد ممكن كمان يبقى زيزو برضه. لا زيزو لا مش هيلعب باك رايت، هو امام عاشور هيكون هو طبعا متاح، بس هو اللي هيكون باك رايت يعني بنسبه فوق تتخطى فوق 80% يكون امام عاشور اكيد. وكده وكده كمان كريم انت وديتنا لمباراه السنغال اللي اكيد لازم هنقول برضو بعض اللقطات والملامح اللي ممكن نتخيلها عن المباراه دي. انا بشكرك يا كريم. انا بشكرك يا فندم، دايما تبقى يعني الى الامام والفرحه حلوه، وفريق التاسعه كله ايا كان وكل القناه الاولى النهارده سعيده. رقم 10 هيفضل رقم 10 ناجح. اشكرك جدا كريم رمزي. يا فندم الف مبروك. الف مبروك. اشكرك يا كريم. طيب هنرجع بقى تاني، عندي برضو كده ملاحظه. زيزو اولا في مباراه المغرب لما نزل ولعب، كنا عارفين انه يعني من احسن الناس اللي بيلعبوا في ضربات الجزاء زيزو، وكان اختيار هايل، وكان معروف غير على زيزو انه بيلعب بسرعه. النهارده زيزو دخل بيلعب بهدوء وبثقه. اقول لك ليه، لان هو اقول لك ليه، لان زيزو واحمد عارف ان زيزو من الناس اللي هم مشهورين ان هم بيشوط ضربه الجزاء بطريقه محدده، ان هو بيشوط دايما الكوره في الزاويه الشمال فوق. فمعروف يعني هو طبعا الكوره صعبه جدا، حتى لو الحارس عارف ان هو هيشوطها في المكان ده تمام هيبقى صعب يجيبها. ولكن اونانا حارس كبير، حارس الكاميرون، وهو حتى لو خدتي بالك اونانا لما اترمى على الكوره جه وقف، يعني هو حتى جه الناحيه الثانيه كده وكان واقف، لان هو عارف ان هو هيشوطها له فوق. فبالتالي زيزو كان يعني زي ما بيقولوا زي متوقع ان اونانا هيكون عارف ان هو هيشوط له في المكان ده، فغير خالص غير خالص لعب على الايه، ان هو زي ما بيقولوا كده ايه يعمل له خدعه، ان هو يخدعه ان هو يقف كده ويروح لعبها على الارض، بدل ما يلعبها فوق شمال لعبها تحت يمين اللي هو ايه عكس خالص. وبالتالي فعلا اونانا يعني اتثبت مكانه وما عملش اي حاجه، عمل كده بس ولقى الكوره الناحيه الثانيه. فده كان تصرف ذكي جدا من زيزو، واعتقد ان برده كان ليه تدخل من الجهاز الفني عصام الحضري طبعا وكيروش، ان هو فعلا كان من المتوقع جدا ان هو لو شطف في المكان ده كان ممكن يعني لا قدر الله اونانا يصدها. طيب كده هنا لعيبه مصر بتلعب على عكس ما هو متوقع، ودي اعتبرها انا مذاكره طبعا، يعني زي مذاكره زي ما شفنا الصور ابو جبل وهو بيذاكر كويس قوي لعيبه الكاميرون، كمان لعيبه مصر كمان كانوا بيذاكروا لما هيلعبوا ضربات جزاء هيعملوا ايه، لانه برده هم اصبحوا محفوظين. احنا لعبنا 3 مباريات ضربات جزاء، فما فيش اي فرقه سهل ماتشين دي الثانيه. فانا لو ما كان اي فرقه هجيب على طول الفيديوهات وهعرف كل لعيب زي ما عراقي قال رجليه بتروح فين بالظبط. طريقه التفكير بقى كانت مختلفه تماما. مبدأ طبعا هو اكيد الكاميرون كانوا بيذاكرونا زي ما احنا كنا بنذاكرهم، وضربات الجزاء دايما بيبقى في خبر كده تقليدي قوي قبل كل ماتش اقصائي يقول لك ايه يتمرن مش عارف الفريق كذا على ركلات الترجيح. هو ده مبدا معنى الكلمه اللي هو بيتمرن على ركلات الترجيح، مش بس ان هو بيخليهم يشوطوا 5 ضربات كل واحد، لا ان هم يدرسوا كل واحد الحارس بيترمي ازاي، الحارس بيعرف يصد ولا لا، الكل لاعب بيشوط ازاي. فهو ده اللي بيحصل من كل فريق. بس برضه الحراس جداد، يعني ابو جبل ما هو برضه يعتبر بالنسبه لهم حارس جديد، هم ذاكروه في البطوله في الزمالك، ما هو بيلعب في الزمالك دلوقتي كل هل هم بيذاكروه من الزمالك موجود. يعني بقى كل دلوقتي الحاجه موجوده، فأونانا عارفين هو بيلعب فين مع فريقه، واحنا عارفين ابو جبل بيلعب فين وبيروح ازاي، كل حاجه بقت موجوده. فهي دي معنى كلمه مذاكره، ان زيزو يغير. على فكره في نقطه اهم من كل ده بقى كمان، مؤخرا
في لو عملنا احصائيه انا شبه متاكد ان هو كل لاعب بينزل علشان يشوط ضربات الجزاء بيضيع. اخرها طبعا كان في نهائي اليورو لما ساوث جيت مدرب انجلترا نزل اثنين لعيبه علشان يشوطوا ضربات الجزاء قبل الوقت الاضافي ما يخلص بدقيقتين. أيوه. الاثنين ضيعوا وايطاليا فازت باليورو. فالنهارده زيزو لما نزل طبعا الشعب المصري كان كله حاطط ايده على قلبه، كانوا قلقانين، ولكن صحيح. زيزو فعلا فعلا ما شاء الله عليه اعصابه رائعه، ثبات انفعالي، ده امتياز لزيزو ان هو يقدر ان هو يتحكم في اعصابه عشان هو بيبقى دايما مش داخل لسه في مود المباراه دوت اللي بيخليه يضيعه فبيضيع. فالنهارده يغير الزاويه وان هو يحطها. طب على فكره انا ممكن المدرب يقول لك ان انت غير الزاويه عشان هو حافظك، بس انت وقت لما بتخش على ضربه الجزاء دي انت ممكن تعمل اي حاجه، رجلك لوحدها شاططها في الناحيه الثانيه علشان انت واخد على كده. نفسيا بتبقى خلاص انت وثباتك الانفعالي، فده امر يحسب جدا لزيزو زي ما اشدنا بابو جبل. لسه محمد عبد المنعم برضو لسه بقى جاي اهو. محمد عبد المنعم ده لاعب احنا اساسا ما شفناهوش عشان بيصد ضربات جزاء قبل كده خالص. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. يعني انت دلوقتي مثلا لو انا مكان الكاميرون محمد عبد المنعم ده لم يختبر اصلا كده بالظبط. يعني ده المصريين واحده بس نفسهم اول مره يشوفوه بهذه الكفاءه او بهذه الطريقه، فهنا المذاكره ما يعني هيذاكروا ايه. وهو ده على فكره برضو عشان الناس ده ذكاء كيروش طبعا، ده سبب خروج محمد شريف. الناس بتقول لك هو يعني طب هو لو كان مش هيخلي هيخرجه تاني وينزله من الاول ليه؟ ما كان ينزل زيزو مكان مصطفى محمد. احنا دلوقتي احنا مش جايين نجامل. انا نزلت محمد شريف لان انا محتاج في 10 ال10 دقايق اللي جايين مهاجم ممكن اكسب مهاجم فنزلته مكان مصطفى محمد عشان انا محتاج. لا وكان ممكن هو كان بيلعب احمد ان هو يكسب في الوقت طبعا. انا بقول لك محتاج مهاجم فانا عايز اكسب. لما خرجته ليه؟ لان محمد شريف لما لعب قدام قطر في كاس العرب ضربات جزاء ضيع، فهو مش مسدد جيد، فطبيعي انا عايز انزل احسن مسدد صحيح. عندي فهو صحيح. الموضوع لا عندي في محمد شريف ولا استقصاد ولا رخامه، هو الموضوع ان انا اللي هكسبه هلعبه بس كده. السنغال ايه بقى؟ يعني احنا دلوقتي هنعمل ايه بقى في السنغال؟ يعني السنغال مباراه طبعا اكيد مين باك السنغال رايت على طول. يعني امام اعتقد امام هو الاقرب. وكمان هو ظهر النهارده كويس يعني. هو من ساعه بمجرد نزوله بصراحه ما حسيناش خالص ان في مشكله في مركز ظهير الايمن. للاسف عندنا مشكله كبيره، اكرم توفيق رباط صليبي باول البطوله بعد كده يعني بصراحه حاجه صعبه يعني حاجه صعبه. ما بقاش موجود لا حجازي مساك يعني حجازي مساك. انا بتكلم على المركز عمر كمال لعب وظهر بشكل كبير رغم ان هو مش مكانه متالق وبعد خلاص ما حفظ مهام المركز وكل حاجه يتعرض للايقاف وقبل المباراه النهائيه كمان فخبطه يعني زي ما بيقولوا ضربه قويه. ولكن كلنا ثقه في اللعيبه وكلنا ثقه في كيروش اللي هو قدر يعمل من زي ما احمد قال 25 لعيب ما بقيناش عارفين مين الاساسي ومين. هل تتوقع ان امام عاشور ممكن يعمل نفس كفاءه عمر كمال؟ اكيد مش هيبقى يكون بنفس الكفاءه لان عمر كمال على الاقل يلعب اكتر من مباراه ولعب اكتر من تم اختباره ولعب ودخل اجواء وحافظ زمايله اكتر وبتاع. ولكن امام عاشور لعيب كبير ولعيب كويس وظهر مع الزمالك بس مش في المكان ده، هو في المكان اكتر في خط الوسط، فهو بالتالي هو لعيب كويس ولعيب مؤثر جدا مع نادي الزمالك. ولكن انا متاكد الكتيبه دي لعيبه رجاله. اي راجل هينزل هتحطه في اي مكان هيلعب. على فكره ده بان لعيبه كتير لعيبه كتير جدا في منتخبنا لعبوا في اماكن غير اماكنهم وتالقوا. شفنا ايمن اشرف ظهر بشكل كويس في مركز جديد جدا خط الوسط. شفنا عمر كمان نفسه تالق بشكل كبير وهو مش مركزه اساسا مركز الظهير الايمن. شفنا تريزيجيه بيتم توظيفه خط وسط مره جناح مره يطلع صانع العاب مره. على تريزيجيه لما نزل تريزيجيه في الاول احنا فاكرين كويس قوي ودي كانت من الاتهامات اللي كانت موجهه لكيروش بانه بيحب المحترفين ورغم اصابه تريزيجيه وما كانش مش اتهام دي حقيقه في الاول قال لك هيعرف يتعامل مع الكوره. دلوقتي احنا شايفين انه خلاص انت متقبل تريزيجيه وعارف انه هيعمل اي حاجه كويس. هو تريزيجيه برضو احنا خلينا برضو مش عايزين نظلم تريزيجيه، الراجل جاي من اصابه تقريبا سنه طبعا. الراجل كان عنده رباط صليبي بس سنة كان عندها قلق عندها قلق اكيد بس في نفس الوقت انا واحد من الناس كان عندي ثقه في تريزيجيه لان تريزيجيه لعيب من النوعيات اللعيبه اللي ما تلاقيهاش كتير. اولا لعيب مؤثر جدا ومؤثر مع منتخب مصر قبل حتى الانديه اللي بيلعب فيها. يعني طول الوقت صحيح. كان يقول لك ده حتى كان كلام بيتقال من قبل من الاصابه كان يقول لك دايما ان تريزيجيه تاثيره على المنتخب اكتر من صلاح. يعني دي حتى كلمه كبيره جدا ان يتقال ان اللعيب ايا كان قيمته ايه تاثيره اكتر من صلاح. وبالتالي تريزيجيه قيمه كبيره جدا لمنتخبنا، لعيب بيقدر يعني راجل ابن منتخبات زي ما بيقولوا. فبالتالي فعلا طبعا الاصابه اكيد اثرت عليه، لاعب يقعد سنه كامله ما بيلعبش اكيد عودته كانت صعبه. ولكن هو تدريجيا ابتدى يدخل في الاجواء كان سبب رئيسي في الفوز على المغرب والنهارده ظهر بشكل كويس. فوزي هنلعب ازاي مع السنغال؟ نفس طريقه اللعب ولا هيغير؟
لا احنا دايما بطريقتنا واحده هنلعب بيها. طبعا على فكره الباك اليمين ايا كان حتى لو كان اكرم توفيق اللي هيلعب الماتش الجاي فهو اكتر واحد هتبقى اكرم توفيق رباط صليب. ما انا بقول لك حتى لو كان اكرم توفيق اللي هيلعب الماتش الجاي هتبقى مهمته صعبه لانه في الاخر بيلعب على احسن جناح شمال في البطوله. فما بالك لو احنا بنلعب بلاعب تاني ماتش يلعبه اساسا كباك يمين اللي هو حتى مش عمر كمال اللي لعب البطوله كلها. فالله يكون في عون امام عاشور. هيبقى قدامه مهمه صعبه ولازم لاعب خط الوسط اللي هيلعب ويقفل معاه هيكون برضو معاه دور مهم ان هو يقفل على ساديو ماني لانه بيلعب على احسن جناح شمال في العالم. طبعا طبعا رغم تألق هي هتبقى مباراه ممتعه. ساديو ماني هيبقى موجود، محمد صلاح، تريزيجيه، النني. سؤال سريع بقى، كلمات سريعه جدا، الانديه المصريه هتراجع نفسها بعد ان عدد من اللعيبه اللي كان بتقفل البيبان قدامهم في الاحتراف نجحوا؟ ايه رايك الاحتراف؟ لا احنا من هنا بنوجه كلمه ان لازم الانديه تفتح الاحتراف للعيبه البروميسنج اللي زي مثلا محمد عبد المنعم، اللي زي احمد فتوح. محمد عبد المنعم تعب قوي، لازم اللعيبه دي تطلع لان فعلا الاحتراف بيفرق جدا. وشفنا صلاح الاحتراف عمل مع ايه، مرموش الاحتراف عمل مع ايه، تريزيجيه الاحتراف عمل مع ايه. عايزين نلاقي دايما كتيبه محترفين عشان على الاقل نبقى على نفس المستوى مع المنتخبات الافريقيه، كلهم بيطلعوا لعيبتهم فبالتالي بيبقى عندهم كواليتي لعيبه كبير جدا بيقدروا يختاروا منه. برضو عايز اتكلم برضو في جزئيه الاهلي، مش عايزين برضو ننسى الاهلي. الاهلي عنده مأموريه مهمه وزي ما بيقولوا مهمة وطنية برضو في 9 عام. أنا هجي لك فيها وإحنا بنتكلم على الأندية، هل ممكن محمد عبد المنعم يكون يعني تحديدا يغير مفهوم بقى المدربين والتفكير بالنسبة للعيبة؟ اتمنى طبعا لما نشوف ان هو كل نادي يؤمن بقطاع الناشئين بتاعه، لان محمد عبد المنعم لتاج مين؟ ما هو قطاع الناشئين في الاهلي احمد فتوح. لا لا، وكل ما يجي يلعب ما يلعبش ويتباع، يجي يلعب ما يلعبش ويتباع، هو بيطلع اعاره عشان يعني بجد يعني تعب محمد. بس برضه فكره الاعاره دي اثبتت نجاحها، ان انت تطلع لعيبه اعاره فبالتالي بتشوفه كويس لما يكون عندك عدد لعيبه كتير اهلي وزمالك. بس انا في الاعاره ما شفتوش في الاهلي. لا لا تمام، بس الاهلي مثلا هيطلع هيلاقي لعيبه كبار، يعني هيلاقي لعيبه محترفين، بدر بنون مثلا وايمن اشرف، ده مساك منتخب المغرب وده مساك منتخب مصر، اكيد فرصته صعبه. بس انا النهارده لما اديله فرصه ان هو يطلع يلعب اعاره في نادي زي سموحه مثلا فبالتالي بيظهر قدامي كويس وارجعه. لا انا شايف ان دي برده حاجه تحسب لاداره النادي الاهلي ان هي فعلا بتعتمد على قصه الاعاره دي، ان هي تشوف لعيبه كويس. النني كمان خد حقه في البطوله دي بعد حاجات كتير الناس يعني كانت يعني خد حقه كويس. النني دايما بيبقى بيهاجم احيانا مع منتخب مصر، ولكن احسن حاجه في النني ان هو ما بيردش بكلام ويرد على السوشيال ميديا، الرد بيبقى في الملعب. فالنني الحقيقه من اول دور ال 16 وهو بيظهر بشكل بالزبط مختلف، وده مطلوب منه كأحد قاده منتخب مصر. دي حقيقه. متفائل بالماتش الجاي؟ اتمنى السنغال. ان شاء الله اتمنى متفائل. باذن الله باذن الله ان شاء الله يكون فوز بالنصيب اكيد. هل التوقعات كانت النهارده بهذا الشكل؟ قول بصراحه. انا كنت متوقع. لا ما كنتش متوقع كده بصراحه، ما كنتش متوقع. إيه؟ لا كنت متوقع ان يعني هيحصل مؤثرات كتير، يعني كنت متوقع اداء تحكيمي أسوأ للاسف، يعني هو طبعا ما فيش أسوأ من كده، بس كنت متوقع حاجه أسوأ. كنت متوقع ان يعني برضو لا قولي توقع بارقام. كنت متوقع لا كنت متوقع إيه؟ كنت متوقع ان ممكن نخسر بفرق هدف، يعني نخسر طبعا. كنت ما كنتش متوقع لا ما كنت لا كنت أأمل الفوز وكنت اتمنى، وكنت حاسس اللي كان مديني الامل ان اللعيبه كانوا رجاله قوي في الماتشين اللي فاتوا، فممكن فعلا مع كل ده ان هم يقدروا على كل التحديات. ولكن انا بشوف ان اللي حصل انجاز كبير، انجاز ان لم يكن اعجاز. يعني كنت متوقع الفوز ولا متوقع ان احنا نخسر؟ بامانه انا ما بتوقعش فوز او مكسب، بس انا كنت متوقع ان اللعيبه هتبقى رجاله وهما ما خيبوش ظني، وفي الاخر انت لعبت اللي كسبت ضربات جزاء، فكان ممكن تخسر عادي جدا، وهو ده الصح ان انت تتوقع. هو ده اللي انت تتوقع ان هما يبقوا رجاله. وانا متوقع ان شاء الله النهائي ان احنا هنبقى رجاله. النتيجه بقى دي بتبقى بتعتمد على عوامل بتحصل جوه الماتش نفسه حقيقي. لكن اللي انا منتظره ان اللعيبه يكونوا رجاله زي الماتشات اللي فاتت. بس كده بقى نرجع نشوف الاهلي حبيبنا، يعني نشوف اللي بيحصل مع الاهلي. مشكله كاس يعني طبعا في الاول بس في الاول بس يعني كل طبعا التمنيات بالسلامه طبعا، يعني عمار حمدي اصابه رباط صليبي تاني طبعاً. في النادي الاهلي، يعني الاهلي خطتين في اقل من اسبوع، رباط صليبي تاني بعد اكرم توفيق. اكيد يعني عمار حمدي ده يعني المثير جدا ان هو كان اقرب ان هو يطلع اعاره، كان طالع اعاره للفيوتشر، كان هيجي في صفقه عوده محمد عبد المنعم، ولكن الاهلي قرر ان هو يبقى عليه بسبب الحاجه اللي في كاس عالم الانديه. فلكن تخيل ان الاهلي كان سابه وما طلعوش اعاره عشان محتاجه، رغم كده جاله رباط صليبي اصابه طبعا قويه واصابه في وقتها صعب. برضو الاهلي اعلن القايمه، لو حابه نقولها برضو الناس حابه تعرف سريع. القايمه علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء في حراسه المرمى، الدفاع محمد هاني، رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد مغربي، علي معلول، محمود وحيد، كريم فؤاد، الوسط اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السليه، احمد عبد القادر، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، زياد طارق، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، وخط الهجوم محمد شريف. بالتوفيق ان شاء الله. السنغال ومصر نتيجه يعني ان شاء الله مصر هتحسب عليكم لا ان شاء الله مصر نقول ان شاء الله مصر ان شاء الله مصر كام؟ لا خلاص بقى كفايه ان شاء الله مصر نتيجه مصر 2-1 ان شاء الله مصر 2-1. بشكركم، مبروك،
لمصر. بشكركم، بشكر يعني، يا رب يوم الحد كلنا يعني نفرح تاني بجد ونحقق الفرح الحلو. والحقيقة كان عندي يمكن يعني هذا الاستوديو التحليلي للرياضة. بشكرك جدا يعني محمد عراقي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا بجد يعني، بجد اتشرفت بوجودي معاكي يعني اول مرة، وانا طبعا اكيد معجبين بيكي خالص بعيدا عن الرياضة يعني. اشكرك شكرا جزيلا. احمد فوزي الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتونا. وبنشكر الحقيقة، مش عارفة نشكر ايه ولا ايه، احنا سعداء، ليلة فرح يعني، انا شخصيا سعيدة يعني، عايزة بقى ابقى زي المواطنين كده وهلل وافرح وكده، وانا في الاخر مصرية برضو فرحانة. وقعدت هنا في الاستوديو حاطة ايدي على قلبي، بيبقى صعب جدا لما يكون المذيع موجود يقول ايه، طب يا رب ما يكونش بقى على حظي وكده، لكن الحقيقة الرجالة شرفونا. انا بشكر الحقيقة فريق التاسعة كله، لان النهاردة كلنا اشتغلنا بروح الفريق الكبير برنامج التاسعة. بشكر كل الزملاء اللي موجودين في الاستوديو، السادة المصورين، كل الفريق، الفريق اللي موجود في الاستوديو فوق طبعا، اللي معايا على طول على التليفون، وفريق الانتاج والبروديوسرز والاعداد، ورقم 10 الحقيقة، البرنامج رقم 10 اللي انضموا للتاسعة وكانوا موجودين معانا وساعدونا جدا، وكنا كلنا جميعا على قلب رجل واحد. بشكركم. التاسعة مستمرة معاكم أكيد بالفرح كله، وإحنا كمان هنفرح دايما معاكم وموجودين دايما لخدمة المواطن المصري، ننقله كل حاجة جميلة. نتمنى لفريقنا إن شاء الله يومين هيقضوهم بإذن الله، الجمعة والسبت ياخدوا الراحة ويستعدوا، ويوم الحد أكيد هنكون معاكم، فريق التاسعة هيكون معاكم يوم الحد، وأكيد الزميل العزيز بقى هيكون معاكم طبعا يوسف الحسيني، وإن شاء الله الجميع يكونوا على قلب رجل واحد في الملعب، ونرجع رافعين الكاس. مصر تستحق كل حاجة حلوة. مبروك لمصر، مبروك لاتحاد الكورة، مبروك لمنتخب مصر اللي شرفنا، ومبروك لينا جميعا. تصبحوا على ألف خير دايما بالبهجة والسعادة. شكرا لحضراتكم. Who?